يا نهار اسود، كل دي فلوس عن صفص ليه يا فندم؟ يا ابني ده اقل بكتير من اللي انا كنت متخيله. دي طلعت فقيره الله يرحمها. هو الفن بيكسب قوي كده معاه يا باشا؟ فن ايه بس يا ابني؟ انت بتسمي الكام مشهد والكام فيديو كليب اللي طلعت لنا فيهم كل المواهب ده اسمه فن؟ ماله ده ومال الفن؟ الفلوس دي يا حبيبي بتيجي من انواع تانية خالص من الفنون. اصحى بقى يا عماد. اي نوع بس من انواع الفنون مع الباشا؟ اللي يعني الواد مش فاهم. يا ابني اذكروا محاسن قتلاكم، كله منك انت. ايه بس يا باشا؟ ايه بس يا باشا ايه؟ كان لازم يعني تجيب لنا الورق المنيل ده يوم القبض بتاعنا؟ هتخليني دلوقتي وانا رايح امضي على القبض بتاعي امضي استقالتي واعمل فيديو كليب؟ يا فندم يعني هي القتيلة هتعمل ايه بكل الفلوس اللي عندها دي؟ ولا حاجة، مش هتاخد حاجة معاها سعادتك. أهم حاجة يا فندم الصحة والستة. الله أكبر، ده ايه الرضا والنور اللي بيطلوا من وش فضيلتك ده؟ يا سلام، يا ريتها قابلتك من زمان، كان زمانها دلوقتي سابت المسخرة دي كلها وركزت في التقوى. استغفر الله العظيم. ما قلنا يا جدعان اذكروا محاسن. بص يا عماد، امرنا مع الباشا. انا عايزك، معلش ساعدني في دي. حاضر يا فندم. انا عايزك تبعت لنا حد. ايوه معاك باشا، علشان يستدعي الواد اخو القتيل اسمه يا ابني. اه يا باشا اتفضل. اسمه ايه؟ بركات. ايوه. بعت لنا حد يستدعيه علشان الطب الشرعي عايز يساله كام سؤال. بس اهم حاجه عندي، مش عايزه يحس خالص ان احنا عندنا خبر بموضوع سحب الفلوس من البنك. طب وليه يا معالي الباشا كل الاحتفالات دي ساعتك؟ ما كلها ساعه وخلي بيت الشغل العقاري ويقول لنا التوكيل ده مزور ساعتك. يا سيدي انا عايز المكالمه دي تيجي وبركات موجود عندنا، انا محتاجه. حاضر فندم. مش واجب يا فندم ان احنا نقبض عليه بتهمه التزوير؟ بص الموضوع ده هيتولوا قرايبهم شويه وهتلاقيهم مقطعين بعض في النيابات والمحاكم، احنا اللي يهمنا نخلص قضيتنا. طب ازاي معالي الباشا بركات ده هيساعدنا في حل القضيه؟ لما يوصل هتعرف. حاضر فندم. هتنزلوا تقبضوا ولا فيديو كليب انتوا كمان؟ يلا السلام عليكم. عليكم السلام يا باشا. نحن ننفرد بصور عن الاب المخمور والخطيب المخلوع وصور لبيت صافي القديم. بقى هو ده اللي انت قالب الدنيا عشانه؟ وده موضوع شويه يا استاذه. مش احنا كنا اولى بنشره؟ مش احنا اصحاب القضيه من اساسها؟ بس انا قلت لحضرتك من الاول انا عمري ما هدخل تفاصيل شخصيه رخيصه لما تبقى في انسانه بريئه تعرضت لجريمه قتل بشعه. ايه اللي يخلينا نسيب اللي حصل لها ونقلب في حياتها الشخصيه؟ انا مالي اذا كان ابوها مخمور ولا متنيل، وايه علاقه اللي كان خطيبها اصلا باللي حصل؟ دي خصوصيات ناس واحنا المفروض نحافظ عليها مش نفضحها ولا ايه؟ ده اللي انا كنت متوقعه. لازم تغطي تقصيرك المهني بمحاضره عن اخلاقيات المهنه، كاننا محتاج ان انت تفكريني بيها. ومش من حق القارئ يا استاذه ان يعرف صافي سليم دي كانت عايشه فين قبل ما تتنقل النقله الاسطوريه دي اللي هي اتنقلتها. مش من حق القارئ يعرف مين ابوها وليه ما حضرش فرحها. مش من حق القارئ ان يعرف مين خطيبها ده واللي كان خطيبها وحالته ايه النفسيه دلوقتي بعد ما عرف انها اتقتلت. والله انا كل ده مش من اختصاصي، انا صحفيه حوادث، انا واجبي اني اقدم للقارئ معلومات عن الجريمه، ملابساتها، جهود كشفها، واظن ان واجبي ده اديته على اكمل وجه وهكمل في تاديته. انما اني ادخل في خصوصيات الناس وتفاصيل حياتهم وما احترمش احزانهم ومشاعرهم فدي حاجه حضرتك تقدر تعملها براحتك، وعندك محررين ما شاء الله ما هيصدقوا ينولوا شرف ان هم ينفذوا افكارك العظيمه. وبعدين لو غلبت في الروايه الكبير غانم بيومي خليه يالف لك روايه عن اي حاجه انت عايزها. تعالي هنا. هو انا اديتك الاذن عشان تمشي؟ عن اذنك. في عندي حاجه ضروريه لازم اكتبها، انفراد صحفي حقيقي بس انفراد محترم، على الله بقى حضرتك يكون عندك الجرأه وتنشره. الله، هو في ايه؟ الله، ما تتكلمي معايا باحترام يا بنت انت. انا اسفه، انا ما اقصدش حضرتك، انا اقصد صاحب الجورنال، على الله بعد ما تقرا اللي انا كتبته تقدر تقنعه بانه ينشره. عن اذنك. طب ما تعرفوش ممكن الاقيه فين دلوقتي؟ مش عارفين يا باشا، بس هو من ساعة ما خرج الصبح بدري وهو قافل موبايله. هو في ايه يا حضرة الظابط؟ هو انتوا وصلتوا لحاجة؟ عرفتوا مين اللي قتلها؟ لا لسه التحقيق شغال وهنبلغكم بالنتائج أول بأول. أمال لو مؤاخذة بتسأل على بركات ليه؟ كنا عايزين ناخد منه عيانة عشان الطبيب الشرعي محتاجها في شغله. ليه؟ هو بركات ليه دعوة بالقتل؟ يا نهار اسود،
هو بركات قتل صافي؟ هو انا قلت ان ليه دعوه بالقتل؟ امال الطبيب الشرعي ده عايزه ليه؟ اكيد عشان اخوها يمكن ياخد منه عينات تفيده في التحقيق. يا كلام ايه ده يا حضره الضابط؟ انا مش فاهم حاجه. والله انا جاي انفذ التعليمات. طبيب الشرعي عايز عينه من اخو القتيله. يا لهوي بس وطوا صوتكم، وطوا صوتكم لحسن الست اللي جوه دي لو سمعتكم تروح فيها. يا عيني عليكي يا صافي، كده تقول عليك اختك يا بركات الكلب. طب ما انا اخت القتيله ما ينفعش تاخدوا مني انا عينه؟ يا اخويا اختها حاكم البطن قلابه. انتوا كده معطليني على فكره، انا مش فاضلكم. هو بركات ده ممكن عندكم هنا ولا ليه محل اقامه تاني؟ لا لا لا، هو عايش هنا مع امه واخته، بس جايز بقى والله اعلم يكون واخد شقه مفروشه ولا اجار جديد، دي حاجه مش معروفه. هو ممكن يكون راح لوالده في القاعه؟ لا ما اظنش، اصل هما ما كانوش حابين بعض لا مؤاخذه، الموضوع شرحه يطول. طيب هو انا استناه بره لغايه ما يرجع، ولو اتصل بيكوا لازم تقولوا له يجوا بسرعه عشان ما يعطلش شغل الطب الشرعي. علي النعمه، الموضوع ده فيه ان اكيد بركات عامل مصيبه بقى ببه. كل المصايب تهون بس ما يكونش قتلها. ألف مبروك يا باشا على الشقة، ألف مبروك. اتفضل يا باشا، اتفضل. شكراً. أخت حضرتك هتيجي من السفر إمتى عشان تسكن؟ إن شاء الله خلال أسبوع. بس خلي بالك يا باشا، صاحب الشقة لا يمكن كان يسكنها العزاب، لولا وش حضرتك السمح والله ما كنت كتبت العقد قبل ما يجوا فعلاً. لولا وش السمح ولا لولا الألفين جنيه اللي لسعتهم فوق الإيجار والتأمين. عموماً أنت مش البواب؟ أديك هتشوف بنفسك. أنا مش هدخل الشقة غير لما أختي تيجي بالسلامة من السعودية. بعدين إحنا ناس محترمة ونعرف ربنا كويس، مالناش في الانحراف والمسخرة والكلام الفارغ ده. بعدين حتى لو هننحرف مش هنأجر شقة مفروشة، لا ده إحنا نشتري شقة تمليك من بابها ننحرف فيها على مزاجنا ولا إيه؟ أيوه أنت زعلت ولا إيه؟ أنا بهزر معاك. ها؟ أنا كان ممكن أأجر في أي حتة هنا في المنطقة في أي عمارة حوالين منك، بس أنا قلت لا خليني عندك. حكيم أنت راجل سمعتك كويسة وشكلك ابن حلال وطيب. الله يكرم أصلك يا باشا. طب يعني مش عايز أي خدمة؟ أي خدمة؟ لا متشكر. على فكرة بقى يا باشا، أنا هفوت على صاحب الشقة عشان أخليه يمضي العقد. هو ساكن قريب من هنا، وبالمرة يعني هصور البطاقة وأجيبها لحضرتك مع العقد. بس خد بالك أنا نازل كمان ساعتين، كل حاجة تبقى جاهزة. حاضر حاضر حاضر. أنت رايح على فين؟ ما هو يا بيه هفتح لحضرتك محبس المية، يمكن حضرتك تعوز الحمام ولا حاجة. لا 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 اتكل على الله، أنا هبقى أتصرف وبعدين أنا لسه هتوضى وأصلي الظهر. ماشي ماشي ماشي، على العموم يعني لو عوزت أي حاجة يبقى رنلي. هرنلك؟ طب هرنلك بس اوعى تفتح عليا عشان هبقى قافل من جوه. سلام. سلام يا عم علي. انا رنله ايه؟ شكلها هتحلو، هتحلو قوي. الكلام ده خطير جدا يا دليل. انا عارفه انه خطير، بس ايه هتنشره؟ منشروش ليه؟ وانت جايباه من عندك؟ انت جايباه من محاضر التحقيقات. وهو اي كلام من محاضر التحقيقات بيتنشر؟ انت نسيت لما صاحب الجورنان وقف النشر عن الخناقه ما بين نديم كمال وصافي سليم بعد حمله الاعلانات اللي جات له؟
هي بس الموضوع ده اصله موضوع خاص شويه، يعني احنا نشرنا اهم ما فيه وهو كله على بعضه كده كان اتفه من التفاهه، انما الكلام ده كلام خطير جدا هيقلب البلد، ويمكن كمان تتوقعي ان يجي من وراها مشاكل قانونيه. بس انا مش جايبه اي حاجه من عندي، كل الحكايه ان انا ذكرت وقائع منفصله بسياق واحد وسبت القارئ هو اللي يربط ما بينها، ده غير ان انا كاتبه عندك هنا في نهايه المقال اننا مستعدين لنشر توضيحات نديم كمال حفاظنا على حقه في الرد. طب ايه رايك بقى لو خدنا الفقره الاخرانيه دي وحطيناها في الاول؟ لا من فضلك يا استاذ، الموضوع ده يا اما يتنشر زي ما هو يا اما بلاش منه خالص. انا بحميكي قانونيا. متشكره قوي، بس الفقره دي لو تتحط بالاول تفرق كتير عنها تتحط في الاخر، بعد ما يكون القارئ خلص قرايه مش هياخد باله من الموضوع ده اصلا. مش حضرتك علمتنا كده ولا انا غلطانه؟ وتفوقتي على استاذك. سيب اعتقد بقى اني من حقي اغير العنوان صح؟ طبعا، بس مش تفهمني ليه الاول؟ هقولك، كلمه هل اللي انت بدات بيها الموضوع دي تضعيفه جدا. هل قتل نديم كمال صديقته السابقة صافي سليم؟ احنا نحط المعلومة في الموضوع بشكل مهم وصريح وواضح، كده نوصل للهدف بتاعنا بسرعة. شوف المحاولة دي كده، قنبلة خطيرة تفجر التحقيقات في قضية صافي سليم، ده هنخليه باي لاين، بنت كبير أبيض في أسود، البيزك لاين بقى نخليه على 8 عمود. شوف كده، نديم كمال كان موجودا في مسرح الجريمة وقت ذبح صافي سليم. كده يبقى احنا قلنا كل اللي احنا عاوزينه من غير ما حد يدلنا، لا قلنا ان هو قتلها ولا حتى شارك في الجريمه. لو المحاميين بتوعه بقى رفعوا علينا قضيه اكيد هيخسروها، كمان احنا هنستشهد بالكليب اللي موجود في الاسانسير، لان قانونا الاوتيل هو مسرح الجريمه، مش بالضروره يكون الحجره اللي ماتت فيها. مش كده ولا ايه؟ الكلام ده كله موجود في الخبر بتاعنا. ويا ترى بعد كل الحرفنه دي السيد صاحب الجورنال مش هيخاف؟ مش هيقول لك احنا لين عادي واحد زي نديم كمال ونخسر معلن مهم قوي؟ ما انا لما اقول له ان احنا لو ما نشرناش الكلام ده انت هتنشريه في مكان تاني، ويبقى كده فقدنا السبق الصحفي، وده طبعا هيأثر على التوزيع، وده راجل مش عبيط، فاهم كويس قوي ان التوزيع هو اللي بيجيب الاعلانات. يعني لو فقدنا نديم كمال هنكسب غيره كتير قوي. بس على فكره انت كده مش هتكون بتكذب، لان كنتوا فعلا لو ما نشرتوش الكلام ده انا هنشره في اي حته تانيه، حتى لو اضطريت اسيب الجورنال. وانا ما يرضنيش ان انا اصغري قدام حسن باشا بعد ما وعدتيه ان انتوا تنشروا كلامه. طبعا ده هيساعده في شغله. ومين قال لك ان المعلومات دي انا جبتها من حسن محفوظ؟ الله الله، طالعه من بقك زي السكر. حسن محفوظ، لعلمك المعلومات دي لو اتنشرت هتضر بيه بشكل مباشر، عشان كده انا فكرت 100 مره قبل ما انشرها، لان هو اخر واحد في الدنيا انا ممكن اضره، عشان هو انسان شريف ومحترم ومش بوشين. خلاص يبقى بلاش ننشر الكلام ده، لان اكيد مصر محتاجه لضابط شرطه ليه كل المواصفات الحميده اللي انت بتتكلمي عنها دي. حضري لي صوره ليك عشان احطها مع الموضوع. ومن قال لك اني عايز انشر صورتي اصلا؟ انا مش بجنبك، ده حقك. اختاري صوره متجهمه شويه، بلاش تكون صوره فريحي عشان تليق بالحدث الجليل المأساوي ده. ادخل. تمام يا فندم. اهلا يا عسل. في جديد في تحقيقات النيابه سيادتك؟ فاضي. للاسف اخبار مش مشجعه. واضح ان احنا اتسرعنا في اتهام الامريكاني بجريمه القتل. ازاي سيادتك؟ ايه هي الضغوط اشتغلت اوام كده؟ ضغوط ايه بس يا حسن؟ بالعكس، الراجل اول ما جاله مندوب السفاره والمحامين اللي هم موكلينهم واطلعوا على الاوراق لقوا القضيه مش سهله. واضح ان هم نقلوا الاحساس ده للراجل، عشان كده اول ما النيابه ابتدت تحقق اعترف فورا وبهدوء شديد انه جاي مصر عشان ينفذ مهمه غير مشروعه، وده اللي خلاه ملازم الاوتيل طول فتره اقامته، عشان كان المفروض ينزل من الاوتيل مباشره
ينفذ المهمة. ازاي يعني يا فندم؟ اذا كانت المهمة بتاعته كانت في الجناح اللي جنبه على طول. لا يا سيدي، حتة تانية خالص، ونتائج مهمته في شقة صغيرة في بورسعيد، والمفروض زملائنا في بورسعيد هيأكدوا لنا الكلام ده دلوقتي حالا. طلع الامريكاني فعلا مرتزق، بس كان جاي في مهمه تانيه خالص غير قتل صف سليم. كان جاي علشان يخطف ولد وبنت صغيرين مخلفهم راجل مصري من ست امريكانيه، وبعد الطلاق حكمت المحكمه ان الولد والبنت يفضلوا قاعدين في مصر مع ابوهم عشان امهم جوزت واحد امريكاني ورجعت بلدها. طلع ما كانش جاي لوحده، ده كان معاه شبكه مساعدين في مصر يعني. لا لا لا، كان المفروض ان الولد والبنت هيتخدروا ويتهربوا في صناديق الموبيليا من بورسعيد على قبرص، ومن هناك يكتتوهم على امريكا. لسه عارف التفاصيل دي دلوقتي حاجه؟ لا لا لا، ما تقلقيش، ده مش هغلط كتير من انت كداب. كل ما في الموضوع انك بس مش هتربطي المرتزقه ده بنديم كمال. يعني مثلا ممكن تقولي وكانت الشكوك قد اثيرت حول ما اذا كان قد تم تكليفه بارتكاب الجريمه، ولكن اجهزه الامن اكتشفت مفاجاه وهي ارتباطه بجريمة اخرى. بالظبط. خلاص انا لما هشوفك بالليل هبقى اديلك تفاصيل موضوع الولد والبنت. لا بس مش عايزين بقى نتوسع فيه. احنا مش عايزين ناخد الانظار بعيد عن موضوع نديم كمال. ايوه شفتي بقى ان انا بطلت اتخبص عليك ازاي؟ تمام خلاص. طيب تمام خلاص تمام، احنا هنتقابل بالليل. اوكي هشوفك بالليل. خلاص ماشي، هكلمك قبل ما اوصل الكافتيريا على طول. اوكي يا استاذه، خلاص بقى افرجي عن اذني. اوكي يلا، مع السلامه. مع السلامه. بقول لك يا جودة، عايز شاي بلبن وبقسماط ونبي بسرعة. ازيك يا عمرو؟ مع الباشا. عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم. اقعد اقعد اقعد. حاضر. اخبار الجماعة بتوع مرات نديم كمال ايه؟ التليفونات كلها مترعبة مع الباشا، بس مش قادرين نفهم أي معنى الكلام من سعادتك، لا في المكاتب ولا في التليفونات، هما بس يا فندم بيتكلموا في العربيات وفي المطاعم. تعالي صعب مع الباشا نوصل لحاجة معاك. برضه بتلف وتدور علشان تقول لي ان كلامك كان صح من الاول. لا يا عمام، غلط. اسمع مني، عايزك ما تيأسش، التوتر هيخليهم يغلطوا. يا فندم هيتوتروا من ايه يا سعادتك؟ برضه الاستعجال والمقاطعه اللي انا ما بحبهمش. يا عماد يا عماد، احنا ما نعرفش ممكن بكره ربنا يبعت لنا ايه. يا رب خير يا معالي باشا. نتفائل بس عشان يبقى فيه خير. حاضر يا فندم. طيب ركز بقى معايا، أنا عايزك دلوقتي تروح على الفندق. أيوة. تقابل الجدع الحيوان اللي اسمه مدير أمن الأوتيل. المدير أمن الأوتيل ده ما ينفعش مدير أمن الحديقة. المهم. أيوة باشا. لو اتلمت معاك تديله على دماغه، مش هينفع معاه غير كده. على طول مع الباشا. تمام. هتاخده هو والناس بتوع الكاميرات اللي في الفندق وتروحوا على المطابخ بين الشفتين. حاضر. فاهمني؟ حاضر. بين الشفتين. حاضر فهمت. عايز كاميرا تتركب في المكان اللي بتطلع منه الأوردرات بتاعت الروم سيرفيس. مرني باشا، مرني. مركز معايا؟ وكاميرا تانية في المكان اللي بيستقبل عربيات الاكل بعد ما بتيجي من الاوضه. حاضر معاك يا باشا. هو بس سعادتك تركيب الكاميرات سهل اهو يا فندم، بس نفسي افهم ليه؟ نفسي افهم ليه يا باشا؟ نفسي افهم ايه؟ ما انا احب كده اللي يقراني بسرعه، اقراني. احنا عايزين نفهم ازاي بصمه الجدع الامريكاني ده فضلت على السكينه اللي في رقبه القتيله. ما ده اللي هيجنني يا باشا، ده اللي هيجنني. ولا يجننك ولا اي حاجه، كل ما في الموضوع ان احنا نعيش في رحاب العالم الثالث. تقصد ايه يا معالي باشا؟ هتفهم بس اعمل اللي بقول لك عليه. حاضر. خليك قاعد، خليك قاعد. حاضر. قول لي محمود عتر في الواد اخو القتيله ولا لسه؟ لسه عادتك مستنيه تحت البيت يا باشا. طيب استعجل لنا، خالد بقى مش هيبات في الشقه العقاري يعني. امرني يا فندم، امرني. انا عايزك اليومين دول تتعب معايا جامد يا عماد. تحت امرك يا باشا. تعب معايا عشان بعد كده في اجازه. اجازه شهر العسل يا عريس. خيرك عليا يا باشا، خيرك عليا يا صاحبي. العفو حبيبي، العفو. اتفضل يا عم. حاضر. يا ضاحي، افرضي ان الخبر نزل بالشكل اللي مكتوب بيه ده، كان هيبقى موقفنا ايه دلوقتي؟
على اساس ان عمرنا ما نزلنا اخبار واتكدبت، وفي من ضمنها اخبار حضرتك شخصيا اللي كنت جايبها. مش قصدي حضرتك اضطرتني اقول كده، بس مش نحمد ربنا ان تصحيح ده جه قبل الطبع. ده اساسا هو مش تصحيح، تقدر تعتبره يعني ابديتنج للخبر. ويا ترى بقى بعد ما نطبع الطبعه الاولى هيجي ابديتنج برضه ينسف لنا الخبر من اساسه؟ اظن يعني من خبره حضرتك الطويله تقدر تعرف ايه الاجزاء اللي ممكن تتنسف وايه الاجزاء اللي صعب ان حد ينسفها. ده اصلا ان انت لو ما كنتش متاكد من صحه الخبر ما كنتش نشرته من اصله. احنا كلنا عارفين ان مصداقيه الجورنال هي اكتر حاجه تهم سيادتك. يا سلام، التنبيض بيتحسن كل يوم عن التاني عند سيادتك. شاعر العربي بيقول: علمته الرمايه فلما اشتد ساعده رماني، وعلمته نظم القوافي فلما قالها قافيه هجاني. لا ده احنا بنخش لبعض بقى قافيه، مش كده ولا ايه؟ شكرا للابديتنج، متشكرين قوي. عموما انا عارف كويس قوي ان التطوير بيبقى مهم ومحتمل. شكرا على سعه صدرك يا فندم. كنت عاوز اقول لك رئيس مجلس الاداره، قصدك صاحب الجورنال. قلت لك مليون مره انا ما بحبش التعبير ده. هو ايه سيادته عنده ملاحظات على الشغل ولا ايه؟ برضه انت عارفه كويس قوي ان مفيش مخلوق بيتدخل في شغلي، فاهمه ده ولا لا؟ اسكتي بقى، اسكتي خليني اكمل كلامي. اتفضل حضرتك. الراجل شاف شغلك، شاف البروفات، عشان كده طلب لك مكافاه تشجيعا يعني. متشكرين قوي يا ريس، بعد اذنك. الحمد لله على السلامة يا أستاذ بركات. الله يسلمك، حضرتك تعرفني؟ طبعا، ده أنا قاعد مستنيك بقالي ساعات. ليه خير كفى الله الشر. أنا كنت جاي أخدك في مشوار صغير لغاية مصلحة الطب الشرعي. احنا عايزين بس منك عينة عشان التقرير اللي بنعمله عن قتل أخت سيادتك. أنا آسف نسيت أقول لك الباقي في حياتك. ها؟ آه الباقي حياتك الباقي، بس أنا إيه علاقتي بشغل الطبيب الشرعي؟ والله مش عارف، بس هي دي التعليمات اللي عندي. ربنا يوفقنا. ممكن بعد اذنك بس هستاذنك ادخل اغير هدومي واجي لك على طول. اه طبعا اتفضل. استنيك. ها بركات، انا الحكومه كانت عايزاك في ايه يا اخويا؟ هي حدوته يا زينب؟ ما قلت لك ما اعرفش. هم بيقولوا عايزين ياخدوا مني عينه ولا ما اعرف ايه. اوعى يكون ليك دعوه بحكايه القتل دي يا استاذ بركات، ولا استاذ ايه بقى؟ والنعمه ما انا نطقها تاني لما تحلف لي على المصحف ان مالكش دعوه بالموضوع ده خالص. انت اتهبلتي يا وليه؟ انت ما تعرفيش صافي دي كانت ايه بالنسبه لي ولا ايه؟ ده انا لو طول اعرف اللي عمل العامله السودا دي كنت قطعته باسناني. امال يا قلب اختك كانوا عايزينك في ايه؟ ما اعرفش يا زينب، لما هعرف هبقى ابلغك. بركات استنى انا جاي معاك. ما انا ما اقدرش اسيبك لوحدك. ده على اساس ان ليك هيبه قدام دكاتره الطب الشرعي يعني ولا ايه؟ زينب خلي جوزك يقعد لنا في حته ناشفه، العمليه مش ناقصاه. تلقح يا اخويا جنب مراتك. قال قول لي يا استاذ بركات. خلاص انت كمان. عاجبك الكلام اللي بيقوله اخوك ده يا زينب؟ يا اخويا اشتري دماغك. مش يا اخويا مصلحه الطب الشرعي دي يعني اللي بيبقى محطوط فيها الجثه؟ يا لهوي ايه اللي هنشك في لساني والنعمه ما عرفت طلعت من بوق ازاي؟ ايوه هي يا نجوى. خلصي بقى علشان الناس مستنيني بره، مش عايزه اتاخر عليهم. طب ما تاخدني معاك يا اخويا، نفسي اشوف صفي حبيبتي وامل عيني منها قبل ما يدفنوها. لا حول ولا قوه الا بالله. طب افهمها ازاي دي بس يا ربي؟ يا ستي لسه مش هيدفنوها دلوقتي، واوعدك اول ما هقابل الطبيب الشرعي هقول له ما حدش يدفن المرحومه غير لما نجوى تشوفها، خلاص؟ طيب خدني بقى معاك والنبي، خدني اشوفها. يا فرجه يا نجوى، اذا كان انا نفسي مش هشوفها، هو حد ينفع يشوف منظر زي ده مرتين؟ انا من ساعه ما شفتها الله يرحمها وانا مش عارف اتلم على روحي. سيبيني بقى، سيبيني اخش اطمن على الحاجه قبل ما اخرج. سامحيني يما، انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي، بس يرضيكي الفلوس اللي تعبت وشقت فيها صافي طول عمرها
تروح لناس ما كانتش بتحبها. لو كان بإيدي ما كنتش طولتهم منها مليم، بس للأسف مش بإيدي. سامحيني يما، سامحيني. احنا مش كنا المفروض نروح مصلحه الطب الشرعي يا باشا؟ احنا خلينا الطبيب الشرعي يجي لك لغايه هنا عشان ما تبقاش متضايق نفسيا وانت في نفس المكان اللي فيه جثتك. والله فيكم الخير يا باشا. هو ايه الموضوع يا باشا؟ مفيش موضوع ولا حاجه، ديك هتدخل وتشوف بنفسك. بس انت عرفت الكلام ده ازاي؟ مش انا اللي عرفت الكلام ده، امنيه هانم هي اللي عرفت الكلام ده، ومن مصدر من الجورنال نفسه. تقدر تقول حد بيخدم يعني، حد صحفي يعني، مش مهم او حد وخلاص. وما دخلتش ليه عشان توقف النشر؟ الجورنال كان نزل المطبعة، ما كانش ينفع نوقف النشر. حتى لو كنا اتدخلنا وقدرنا ان احنا نوقف النشر، كنت من تاني يوم هتلاقي الموضوع في 500 جورنال. ما هي الجرايد دلوقتي بقت عامله زي الهم على القلب. ملعون ابوهم. احنا نرفع عليهم قضيه بكره ونقفل لهم الجورنال عشان يبقوا عبره لغيرهم. يا حبيبي، وهترفع عليهم بقى قضيه بتهمه ايه ان شاء الله؟ بتهمه ان هم نشروا محضر رسمي محول من النيابه برقمه وتاريخه وصوره زنك غراف منه. يعني ايه هنسكت وخلاص؟ ومين قال ان احنا هنسكت؟ امال انا جاي لك ليه يا متر؟ المشكله دلوقتي مش في الخبر اللي اتنشر في الجورنال ولا في الجرايد السعرانه اللي مستنيه تاخد الخبر ده عشان تشتغل علينا خواره. المشكله ان احنا عايزين نعرف مين اللي سرب المعلومات دي ووصلها للجورنال ده، وهل المصدر اللي سرب المعلومات ديت من النيابه او الامن كان متبني بقى الولد ده من الاول، من اول ما جالك وطلب منك فلوس زياده؟ مش جايز، الموضوع كله بلاغ من الواد ده ومفيش حد وراه. وانا قلت لكم الاول كنا اتفاوضنا معاه وعرفنا ايه طلباته، استفدنا ايه من العناد معاه؟ ادي احنا اتفضحنا في الجرايد وسردنا على كل انسان. انت هتولول زي النسوان بقى يا متر ولا ايه؟ ما تجمد شويه، انت مالك قلبك خفيف كده ليه؟ وبعدين يا سيدي انت تفرح، ان اسمك هينزل بالبونت العريض مع الاسماء دي. يا سلام. ويساعدك وهناك بقى انك هتبقى من المحامين الصف الاول في مصر. وما تنساش حاجه مهمه جدا، ان احنا موقفنا في القضيه دي سليم، مش سليم بس، ده زي الفل كمان، لان مفيش ولا دليل واحد بس ضدنا في القضيه دي. كل حاجه كانت مترتبه صح وكانت ماشيه زي الفل. انت تهدى بقى كده خالص وتفكر معايا، الواد ده لازم يكون في حد وراه من جوه البوليس، والا ما كانش عمل المحضر تحول للنيابة بالسرعة ديت. ها؟ فكر كده. صرصار زي ده كان بلع لسانه في بقه لما خد الفلوس اللي خدها منك، وكان انكتم وكفى الخبر مجور. إنما لازم يكون في حد وراه بينخور في الموضوع ويزقه. بص يا متر، الموضوع كله المقصود منه إن يدخل فيه اسم نديم كمال وأمنية هانم في الموضوع. معاك حق. أنا عارف إن أنا معايا حق، عشان كده بقى عايزك تفكر معايا بقى متر، ونعرف مين اللي ورا الولد ده وعايز ايه بالظبط وبيلعبنا ليه ومين ده اللي بيلعبنا واخره ايه. طب هو تقيل ولا خفيف؟ وهل ليه سكه نقدر نوصل له منها؟ ولو ليه سكه ايه اخرتها بالظبط؟ وده هنعرفه ازاي؟ جرايه يا متر، جرايه يا متر يا ابو الافكار الجهنميه. انت مشكلتك بقى متر ان انت يعني لما بتنفعل زياده غدة التفكير عندك بتتعطل تماما. ده حد يسأل سؤال زي ده بالذمة يا راجل. بركات. يا ابني انت هتعمل عليا انا غويط؟ مش عيب؟ ما تتكلم. يا ابني مش ده الإقرار اللي انت كاتبه على نفسك؟ مش ده التوكيل اللي انت ضربه بنفسك؟ قول لي بقى، مين اللي ساعدك في تزويره؟ المحاسب صح؟ أكيد المحاسب. مفيش حد غيره يقدر يديلك التفاصيل دي كلها. طيب خد منك نسبة قد ايه؟
قول لي بس يا بركات علشان لما اجيبه اعرف احاسبه. انا مش فاهم حضرتك بتتكلم عن ايه بالظبط. وديت الفلوس فين يا بركات؟ فرقتها رحمه ونور على روح المرحوم الله يرحمها. دي كانت وصيتها، كانت موصياني لو جرالها اي حاجه اتصدق بكل فلوسها على الفقراء والغلابه والمساكين. ربنا بس يتقبل ويحسن اليها. اتصدقت بمليون جنيه على الفقراء والغلابه والمساكين يا بركات؟ طيب يا ابني لما فعل الخير حرقك قوي كده ما استنيتش ليه لما الاجراءات بتاعت اعلام الوراثه تخلص، الشهادات والودائع تتفك، العقارات تتباع، وبعد كده تلم ده كله وهيلا بيلا بقى تصدق بيهم على الفقراء والغلابه والمساكين؟ صدقني لو عليا يا باشا انا كنت عملتها، بس انت عارف احنا معانا ورثه كتير قوي في الورث واستحاله هيوافقوا ان انا اعمل حاجه زي كده. طب ويا ترى يا بركات لما ان شاء الله كده الشهادات والودائع دي تتفك والعقارات تتباع برضه هتتبرع بنصيبك للفقراء والمساكين واولاد السبيل؟ لا متهيألي يا بركات انت ساعتها هتكون في السجن يا ابني. وانا ايه اللي هيدخلني السجن يعني لا سمح الله يا باشا؟ الله 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 يا بركات. لا انت مش بس بقى مظبط مع المحاسب، ده انت كمان مظبط مع محامي، ويا عالم مظبطين مع مين تاني وشغال ايه. طيب وشركائك في الورث يا بركات تفتكر ان هم هيسيبوك مش هيرفعوا عليك قضايا نصب وتزوير وكده؟ يا باشا نصب وتزوير ايه؟ وبعدين لما يعرفوا ان انا طلعت الفلوس دي لوجه الله تعالى اكيد مش هيزعلوا. باشا احنا ناس اخر حاجه تهمها في الدنيا الفلوس، عملت لنا ايه الفلوس يا باشا؟ ما ديك شفت نفعتنا بايه؟ طلعت مش سهل انت خالص يا بركات. وانا اللي كنت فاكر ان انا هخضك باللي انا عارفه وهضغط عليك قال ايه علشان تعاوني ان احنا نوصل للي قتل اختك الله يرحمها. يا باشا امرني، انا من ايدك دي لايدك دي، قول لي انا ايه في ايدي اعمله وانا تحت امرك علشان نوصل للي قتل صافي. ايوه كده يا اخي، ايوه كده، حسسني ان الدم عمره ما يبقى ميه. ده انا كنت خلاص قربت اشك انك اخوها بالتبني مش اخوها من لحمها ودمها. طب قول لي بس يا باشا انا ايه في ايدي اعمله وما عملتوش؟ لا تقدر تعمل حاجات كتير قوي يا بركات غير انك تقعد تعيط وتندب. يا باشا هو انتم مش شغالين في القضيه؟ وبعدين انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم انتوا الحكومه، يعني ما فيش اي حاجه بتستعصى عليكم، ده انت بيبقى عندكم قضايا في اخر الدنيا في النجوع والكفور ومجاهل افريقيا وبتروحوا تجيبوا اللي عملها. ما بالك بقى دي جريمه قتل معموله في اوتيل خمس نجوم متصور ومتراقب طول الوقت بالكاميرات. اكيد هتجيبوه. الله عليك يا بركات وانت واثق فينا ثقه عمياء. احنا بقى من ناحيتنا لازم نبقى طبعا قد الثقه دي. بص يا ابني بقى عشان نتكلم كلام جد دلوقتي، احنا تقريبا كده حطينا ايدنا على اللي ورا الجريمه البشعه دي. نديم كمال عارفه طبعا؟ اه طبعا. بس هو حضرتك متاكد؟ لا يا بركات مش متاكد، انا لعبت ملك وكتابه وطلع لي اسم الراجل ده في البخت. يا باشا انا ما اقصدش، انا اقصد يعني هو حضرتك قبضت عليه؟ لا لسه، بس هنقبض عليه قريب. انت بقى بركات اللي هتساعدنا ان احنا نقبض عليه. ما انا مش فاهم برضه يا باشا، يعني انتوا عايزين اجي معاكم واوريكم بيته ولا ايه؟ مش فاهم. بص يا بركات انا بحب الهزار موت، بس في اوقات بحس فيها ان الهزار بقى قله ادب، ساعتها بزعل قوي، وانا زعلي غبي يا بركات. ركز معايا، في تسجيل بيثبت ان نديم كمال كان موجود في الاوتيل ساعه وقوع الجريمه. طب وما قبضتوش عليه ليه؟ اسكت واسمعني يا بركات. ممكن انت طبعا عارف زينا وزي ناس كتيره قوي ان اكتر واحد عنده الدافع لارتكاب الجريمه البشعه دي هو نديم كمال. انا مش محتاج افكرك بالطار البايت اللي بينه وبين اختك الله يرحمها. اسال سميره طلع صاحبه اختك الانتيم عن السي دي اللي قدر انه يدخله لحد السويت في ليله الفرح ويخلي عريسها يشوف بعينيه اللقاء الحميم اللي بين اختك وبين نديم كمال وقت ما كانوا متجوزين عرفي. انت مش عارف كل الموضوع ده؟ لا شكلك عارف يا بركات، شكلك عارف. لو ما كانش نديم كمال ورا المصيبه دي
كانش دافع من خلال مراته الشاب علشان يبوظ الفرح ويحوله لفضيحة. الشاب ده تحت ايدينا وبكرة هتكون النيابة بتحقق معانا. وانا برضو يا باشا مش فاهم يعني ايه المطلوب مني. بص يا بركات، احنا عرفنا انه للأسف الشديد الكلام ده اتسرب للصحافة. ايه؟ يا بركات اسكت واسمعني لو سمحت. انت بقى والعيلة الكريمة لما قريتوا الكلام ده اتصدمتوا، قمت انت قررت انك تقدم بلاغ للنائب العام تطلب فيه التحقيق مع نديم كمال اللي انت بتتهمه بارتكاب جريمة قتل اختك الله يرحمها على اساس وقائع العداوة اللي كانت بينهم واللي انت هتحكيها طبعا بالتفصيل للسيد النائب العام. بتقال يا بركات اللي بطلبه منك ده مش مستحيل، ده اقل واجب تعمله علشان اختك. لا ها يا بركات دلوقتي بقى اتكلم. ها عندك سؤال؟ اه طبعا عندي سؤال. حضرتك كده بتقولي بالمفتشر ان نديم كمال ده هو اللي قتل اخت الله يرحمها، وان هو كمان اللي ورا تبويظ ليله فرحها وليله دخلتها على الراجل اللي كانت بتحبه، صح؟ صح. وانتوا الحكومه بجلاله قدركم مش عارفين تقبضوا عليه، او خليني يعني حضرتك ابقى مؤدب في الكلمه، مش قادرين تستدعوه رسميا عندكم. عايزين انا بقى بركات اروح اقدم فيه بلاغ للنائب العام بتهمه انه قتل اختي. السؤال بقى حضرتك، انا ايه اللي يضمن لي ان الراجل ده ما يعملش فيا انا واللي خلفوني واللي يتشدد لي زي ما عمل في اختي الله يرحمها ويسامحها؟ لا تصدق دي غابت عني فعلا يا بركات. لا ولا يهمك عادي يا ابني، انا كنت فاكر ان اكتر حاجه ممكن تخوفك هي منظرك اللي هيبقى زباله قدام عيلتك وقدام الناس لما كله يعرف انك انت حرامي ومزور وسرقت اختك القتيله. يا باشا هو في اكتر من كده فضايح؟ واحد اخته اتقتلت وعيلته اتدمرت، في ايه تاني خاف عليه؟ انت بتدهشني يا بركات، انت حقيقي بتدهشني يا ابني. انت عبيط ولا بتستعبط ولا شكلك كده؟ انت مصدق نفسك ولا ايه؟ انا مش قادر افهمك. وعمرك ما هتفهمني يا باشا، عمرك ما هتفهمني الا اذا حطيت نفسك مكاني. صافي دي ما كانتش اختي وبس، دي كانت اختي وامي وابويا، ابويا اللي عمري ما شفت منه لحظه حب او حنان واحده. كانت بتصرف علينا كلنا، حتى ابويا اللي كان موريها الويل وعمرها ما شافت معايا يوم حلو كانت بتصرف عليه، وكانت مخليها مش محتاج حاجه من حد. واختي زينب دي وعيالها وجوزها البث كانت هي اللي فاتحه بيتهم وكانت بتصرف عليهم. عايزنا اشوف كل دول هما بيعيطوا عليها وهم عمرهم ما حبوها لمجرد ان هم هيورثوها وياخدوا تعبها وشقاها. كنت عايز نعمل ايه يا باشا؟ عايز نعمل ايه؟ يا بركات، ده انت يا ابني طلعت بتعمل مهمه قوميه وانت بتسرق الورثه. تستهبل يا بركات، انت ما عندكش ريحه الدم؟ هو انت ما تعرفش الفلوس دي اختك جابتها ازاي؟ جابتها ازاي؟ بالحلال. اختي عمرها ما دخلت علاقه حرام مع حد، وبعدين اذكروا محاسن موتاكم. اختي تعبت وشقت لحد ما وصلت اللي هي فيه. ولا انتوا خلاص يا باشا عرفتوا كل الثروات المتلتله اللي في البلد الناس دي جابتها منين؟ وما فاضلش غير اختي، عشان عايزين تعرفوا هي جابت ثروتها منين؟ ولا انتوا ما بتجوش غير على الغلابه؟ ما زعلش نفسك يا باشا، ده عيل واطي وخسيس. يا فندم الواد ده لو مش عايز يجيب حق اخته يبقى ملعون ابوه سعادتك. ابوه هو اللي هيساعدني. صحيح الراجل ما كانش راضي عن تصرفات بنته من ساعه ما سابته وغيرت اسمها وغصبت عليه انه يقفل المحل بتاع الكبده، بس اكيد مش هتهاون ابدا في حق بنته ولا بعرف ممكن يجيبه. لا سيادتك، ابوها راجل غلبان واكيد هيخاف يقف قدام راجل زي نديم كمال. يعني ايه نديم كمال؟ ايه نديم كمال؟ نديم كمال اله؟ نديم كمال راجل واصي وهيقدر، بس احنا مش هنسيبه في الملعب. بقى وايا ما كانت النتيجه مش هنرضى ان هو يفضل يشتغل في الشوارع الصغيره ويسيب الشوارع الكبيره. وليت سعادتك الاب يقتنع بالكلام ده؟ اقتنع يا فندم. ويعني هو هيخسر ايه قد اللي خسره بقتل بنته؟ ايه يا عمال؟ ايه الاخبار؟
سالم توقعاتي وسيم. طالع يا مهند. انا جاي. مع السلامه. وقف يا استاذ سيف. تحت امرك يا فندم. كده وضحت الرؤيه. الست هانم والبهوات اللي شغالين معاها في المطبخ المحترم بتاع الاوتيل العبقري اللي احنا فيه ده، لما شافوا ان سكينه الستيك محدش استخدمها ظاهريا يعني كده، قال لك نتعب نفسنا ونغسلها ليه؟ ما هي نظيفه اهي وزي الفل وكل سنه وانت طيب والجو ده. اتاخدت السكينه من عربيه الراجل الامريكاني الريزل اللي كان طالب ستيك وما كملش اكله لاي سبب ما، مثلا جاله تليفون علشان ينزل ينفذ العمليه المنيله اللي كان جاي لها مصر دي. ايوه جه عامل الروم سيرفيس، خد العربية عليها السكينة، نزل بيها على المطبخ. ما غسلوش بقى ولا نيله. أيوة باشا. اتاخدت السكينة اتحطت على العربية اللي طالعة للراجل الخواجة الفرنساوي. أيوة. اللي طالب الستيك واعترض على السوا بتاعه. أيوة. خرج العربية طلعها في الكوريدور، جه القاتل لقى هدية، سلاح مجاني وعليه بصمات حد تاني أكيد، خد السلاح وراح داخل للمجني عليها. كل ده علشان عامل محترم كسل انه يغسل السكينه زي ما المفروض انه يحصل في اي اوتيل بيحترم نفسه. الحقيقه في نقطه محيراني قوي مع الباشا. هنفترض سعادتك ان عامل الجريمه دي عنده خبره جامده قوي بالنواحي الامنيه، فسعادتك كده ممكن ما نلاقيش بصمات على السكينه. وحتى لو فرضنا مع الباشا انه كان لابس جوانتي، يبقى لازم البصمات دي تتمسح سعادتك، ولا المفروض البصمات دي تفضل كده كده موجوده؟ النقطه دي محيراني قوي مع الباشا. ويستحيل يستحيل سعادتك يكون قتلها بالمصلي، بس مش ممكن يا معالي الباشا، دي مضروبه كده. حضرتك شفت عمق الطعنه داخل حد فين في رقبتها يا فندم؟ بص يا عماد، انا فاهم طبعا، فاهم قصدك يعني، وفي حاجات هيبقى بدري ان احنا نستنتجها دلوقتي، بس ده الكلام ده بشكل عام. بس عموما في القضايا اللي من النوع ده بلاش نقول كلمة يستحيل، بلاش يستحيل دي خالص. هو انت كان يجي في ذهنك ان هو ده السبب لوجود بصمة الامريكان الريزل على سلاح الجريمة؟ لا طبعا يا فندم. يبقى بلاش يستحيل. تمام ماشي. طيب تعالى معايا. طيب رايح لك انت شويه يا استاذ سيد. شكرا حسن بيه. شكرا. سيادتك احنا اتخذنا كل الاجراءات اللازمه واستحاله نرجع فيها، الاثنين دول لازم يترفضوا بتهمه الاهمال الجسيم. كده حضرتك والله حرام. حضرتك والله ما كانش قصدي اي حاجه وحشه. احنا بناخد بالنا كويس قوي من شغلنا. حضرتك ممكن تتاكد ان عمر حد من الجستس ما اشتكى مننا. سيادتك بقى ابعد عن حضرتك. بس مش انا بس اللي كده. سيادتك ده النظام اللي ماشي في الاوتيل كله ما كانش ماشي في البلد كلها. كذاب في اصل وشه، استحاله يكون ده نظام الاوتيل بتاعنا. الاوتيل بتاعنا سمعته زي البربان، دول غلطوا ولازم يتحملوا ثمن غلطتهم. ويا ترى كل اللي غلطوا في الاوتيل ده هيدفعوا ثمن اخطائهم، ولا هما الاثنين دول اللي هيشيلوا الليله؟ سيادتك عارف ان الاخطاء اللي حصلت دي كلها نتيجه ظروف خارجه عن ارادتنا. يعني لما جهاز الانذار يعطل وشركه الصيانه ما تجيش نتيجه ان في اعياد او اجازات، او ان احنا نحاول نخبي على سعادتك حاجه عشان سمعه الاوتيل، مش معنى كده ان احنا مهملين، لا. وخصوصا النظافه، الاوتيل بتاعنا بيحافظ على النظافه لاقصى درجه، سمعته اهم حاجه. وهو بعد حكايه القتل دي هتفضل للاوتيل ده سمعه؟ سامع حضرتك؟ شايف التطاول؟ حتى مجرد الاعتراف بالخطا مش موجود، دول لازم يتم اعتقالهم بتهم تضليل العدالة. انا خارجة من الجورنال اهو، ده ايه وهكون عندك. انا جبت لك معايا البروفا عشان تشوف ايه اللي هيتنشر بكرة. ماشي. فين؟
في نفس المكان بس بشرط انا اللي عزمك المره دي. والله انت قابل؟ طيب ما كنا نروح على الفور سيزون الاحسن. لا متشكره يا سيدي. ايه شكلك عندك كلام كتير وانا كل اذان صاغيه. ماشي يلا يلا باي. يلا ابو صافي يعمل فيها نفس اللي عمله بالصحفيين اللي راحوا له البيت. الراجل يا عيني بقى عنده عقده من الصحافه وبصراحه ليه حق. هو انت مش هتقدمي له نفسك باعتبارك صحفيه؟ انت هتقدمي له نفسك على انك صاحبه بنته بس. هو سبق وشافك قبل كده؟ شافني ايه؟ ده كان منطقه محظوره عند صافي. انا جربت كذا مره اجيب سيرته كانت بتتشال وتتحط زي ما اكون بدخل منطقه محرمه. يا سلام، كل ده عشان الراجل بتاع كبده؟ اما لو كان بتاع مخدرات كانت عملت ايه؟ ما كانتش عملت كده خالص، عشان تاجر المخدرات معاه فلوس تشتري بيها نظرة الناس لي. كان زمان الناس بتناديه معلم عبد الحميد ولا يا حاج عبد الحميد حتى. مش بعيد كان دخل مجلس الشعب وكان زمانه بقى سيادة النائب عبد الحميد. مش معقولة يا داليا، انت ايه ما بتصدقي؟ انا متهيألي لو سألتك الساعة كام يا داليا هتقولي لي علامات الساعة قربت من كتر الفساد اللي احنا عايشينه. درجة الحرارة كام يا داليا هتقولي لي وصلنا للغليان من كتر الفساد اللي احنا عايشينه. ايه بلاش، انا اسال اي حد تاني هيقول لك كده، ولا انت عندك راي تاني؟ انا ما عنديش راي، انا عندي شغل. انت ست صحفيه من حقك تفكري وتتكلمي وتكتبي، لكن انا ما ينفعش ان انا اتكلم. انا ليا شغل بحاول ان انا اديه باللي اقدر عليه وبما يرضي ضميري. وانا عينيا ليك، وعشان كده بخالف قواعد المهنه وبقيت بشتغل تقريبا مساعده ضابط مباحث. على فكره السمعه دي لو طلعت عليا وسط زمايلي هتبقى حوسه. ليه ان شاء الله وانا بخليك تكتبي تقارير؟ بتعمل اللي انت شايفه صح؟ بالراحه عليا شويه، انت ايه اللي لادي على اخرك خلاص؟ كل ده عشان شفت قائمه الثروه بتاعه صافي في يوم القبض بتاعك؟ ايوه كده، وحشتني الضحكه دي والله. على فكره يا سيدي، صافي دي بالمقارنه بغيرها تعتبر من فقراء الهنود. ما تنساش برضه انها كانت بترفض تعمل اي علاقات غير شرعيه، ولو قارنتها بغيرها هتلاقي ان الجواز بيعطل كتير. جواز؟ انت برضه هتقولي جواز زي الواطي اخوها ده؟ دي دعاره. بس دعاره حلال. يعني دعاره حلال؟ مفيش دعاره تبقى حلال. مش في الزمن اللي يتقال فيه على فلوس الفساد عمولات، وعلى الرشوه اكراميه، وعلى القمع حفاظ على الاستقرار. يا داليا ارجوكي، انت جاي علشان تساعديني ولا عشان تخنقيني؟ طب انا قلت ايه؟ ما تسيبني افضفض بكلمتين. هو انت شايفني طالعه في مظاهره يعني؟ الا صحيح، انت لو شفتني طالعه في مظاهره وطلبوا منك تتعامل مع المظاهره دي هتعمل ايه؟ ثانية، انت عارف انا ما بحبش السياسه وما بحبش الكلام فيها، ثم ده مش شغلي اصلا. يلا بقى علشان نلحق ننام بدري ونصحى بدري، وربنا يقدرك على المهمه بتاعت بكره وتقدري تقنعي ابو صافي ان هو في قصاد نديم كمان. بقول لك ايه؟ ما تزعليش بقى. مش زعلانه بقى. لا يا جمانه حبيبتي يا علي، لا ما انا مش هعرف اسمعكم انتوا الاثنين كده. طب بصوا، لا ننظم نفسنا علشان نسمع بعضنا. مين اللي هيتكلم الاول؟ طب يلا علي. سامعك يا حبيبي، حاطط السماعه قريب قوي من ودني. قول. لا علي حد يعمل توت في ودن بابا كده؟ بتضحكوا يا جوبالا كده برضو يا جوجو؟ لا بل من غير توت. لا ابو النبي علي بلاش توت دي يا بابا. طب سمعتوني طيب في اللي انا قلته؟ طيب يعني خلاص مش زعلانين مني؟ فهمتوا ان انا الشغل هو اللي كان مخليني غصب عني مش عارف اشوفكم الفتره دي ولا ايه؟ لا علي عيب حد يقول لبابا انت بتكذب؟ مش عيب كده؟ طيب عشان خاطري ما تزعلوش. حاضر من عينيا الاثنين. لا هيبقى ان شاء الله قريب في اجازه. انا نفسي اشوفكم اكتر ما انتم نفسكم تشوفوني. خلاص يلا بقى ننام، نحترم نفسنا وننام لوحدنا بدل ما تيجي ماما تهزقنا كلنا.
يلا. لا انا اغني ايه علي؟ جوجو هتغني لك يا حبيبي قبل ما تنام. يا جمانة اغني ايه يا ماما؟ انا صوتي وحش. طيب عايزين ايه؟ اغني ايه؟ لا مش حافظ حاجه لتامر حسني، مش حافظ حاجه لحماقي برضه. بعرور؟ لا ما مش حافظ له حاجه الحقيقه. ابو ايه؟ ابو ايه؟ ابو الليف؟ لا ما اعرفوش يا حبيبتي. يا حبايبي ايوه انا ظابط مباحث بس ما اعرفش كل الناس اللي بتغني. طيب بصوا بصوا هقول لكم حاجه علشان نغنيها لما ان شاء الله يجي عيد ميلاد علي، مش خلاص قرب؟ هقول لكم حاجه بقى لعبد الحليم حافظ. لا يا حبيبتي قديم ايه يعني قديم؟ قديم بس جميل. طب اسمعوا بس الاغنيه بقى بتاعت عيد الميلاد دي وانتوا هتعرفوا هي دي الاغنيه اللي لازم نغنيها في عيد ميلاد علي. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي ترت ترت يا قلبي عقبالك يا ثم ايه. طيب يا جوجو مش ايه اغنيه اطفال زي ايه يعني؟ طيب افتكرت واحده افتكرت واحده افتكرت واحده حاضر وهنغنيها حاضر في عيد ميلاد علي. ده علي توت تاني كده برضو بودن بابا. طيب يا حبيبي يلا تصبحوا على خير. لا انا كمان بحبكم قوي. انا كمان. باي يا حبيبي. باي باي. الله يسامحك يا ايتم. الله يسامحك يا ايتم. لا مش هتغلب كمان. ده مجنون ده ولا ايه؟ انا هكسر وشك يا اللي بتضرب الجرس بالطريقه دي. اهلا يا فندم. ايه يا حسن؟ ايه يا فندم؟ ايه يا حسن؟ في ظابط مباحث يقفل موبايله وكمان شغل تليفون البيت؟ انت ايه؟ مخك ضرب ولا ايه؟ اتفضل يا فندم، اتفضل سيادتك. معلش اصل الموبايل فصل شحن، كنت لسه داخل البيت بكلم الولاد زعلانين مني جدا يا فندم، اكملني مغروس من الشغل ومش عارف اشوفه من اليومين دول. بس طبعا كنت هفتح الموبايل يعني افضل قافله مش معقول ما انا عارف، بس ما تخيلتش ان في حاجه. ما تخيلتش ان في حاجه حسن ولا عشان عملتك السودة؟ عملت ايه زياده؟ اتفضل اقرا دي الطبعه الاولى، وبمجرد ما نزلت خدت لي كلمتين في جنابي من اللي هو مصطفى. هو مش سيادتك برضو اللي ورا تسريب الكلام ده كوماندان ولا مش مظبوط؟ كلام ايه يا فندم؟ طب اديني فرصه اقراه الاول. يا حسن بلاش انا، بلاش انا، انت هتيجي على الاخر وتخيب ولا ايه؟ يا فندم بالراحه بس اعصابك وانا عشان مالكش دعوه باعصابي يا حسن. يا فندم عشان صحتك بس. يوه ولا صحتي يا سيدي. طب اديني فرصه سعادتك اقرا الاول وارد على سيادتك. تشرب حاجه الاول. مش عايز اشرب زفت. اتفضل. اعمل نفسك كانك ما تعرفش حاجه عن الجورنال وقول لي انت ليه عملت كده؟ اتفضل. هو في جوه حاجه غير اللي مكتوبه في العناوين دي؟ لا يا سيدي، بس هو يعني العناوين دي مش كافيه انها تدخل اسم نديم كمال في القضيه زي ما سيادتك كنت عايز. ما احنا اتكلمنا قبل كده يا حسن وقلت لك لازم يبقى معانا ادله قويه عشان شكلنا ما يبقاش وحش. قلت ده ولا ما قلتوش يا حسن؟ شكلنا ما يبقاش وحش قدام مين بس يا فندم؟ قدام الناس. بالعكس ده احنا نعلى في نظر الناس اكتر واكتر لما يشوفوا بعينيهم ان احنا ما بنحميش حد يخالف القانون ايا ما كان هو مين. يا فندم الناس دلوقتي محتاجه اللي رجع لها ثقتها ان احنا لسه عايشين في بلد فيها قانون ومؤسسات. ايه يا حسن؟ الله، هو انا جاي لك هنا عشان تديني محاضرات ولا ايه؟ وبعدين هو انت جبت لي ادله ضد نديم كمال وانا قلت لك لا مش هنقرب له؟ خد بالك
كلامك ده معناه انك بتعترف انك ورا تسريب الاخبار ديت. لا يا فندم انا ما قلتش كده، انا كل اللي بقوله ان انا لو كنت عاوز اسرب الكلام ده ما كنت عملت كده وقت ما فتحنا الموضوع في الاول، اشمعنى يعني بعد ما وصل لايد النيابه؟ والنيابه ايه مصلحتها انها تسرب الكلام ده للجرايد؟ لا يا فندم انا لا اجرؤ ان انا اتهم النيابه بحاجه زي دي طبعا، بس سيادتك عارف الكلام ده ممكن يتسرب من اي سكرتير نيابه، اي موظف، زي ما بيحصل عندنا بالظبط. البلاغات والمحاضر بتتسرب من خلال السلطات والامناء والموظفين، ثم بالعقل كده يا فندم، بالعقل. يعني منين ابقى عاوز نديم كمال يمثل امام العداله وفي نفس الوقت اسرب الكلام اللي هو ممكن يعطل تحقيق هذا الهدف؟ بالعقل كده يا فندم، بالعقل. يمثل امام العداله؟ ايوه فندم. ايه الفصاحه دي يا حسن؟ ايه الفصاحه اللي جات لك فجاه دي؟ اه طبعا، ما انت عايز تعمل كده عشان تنقله الموقف الدفاع وتجبره ان هو يدافع عن نفسه. وبعدين مش ده المهم، انت تعرف الصحفيه دي ولا ما تعرفهاش يا حسن؟ برضه سيادتك مصر انك تتهمني. معلش يا فندم، يعني هي الصحفيه دي ما تعرفش حد غيري في البوليس او في النيابه؟ وبعدين ما سيادتك عارف علاقتها بصفي سليم، وده اللي خلاها كانت موجوده في الفرح. من على العموم يا فندم انا مستعد لاي تحقيق. ايه الشجاعه الادبيه دي؟ ما انت عارف يا حسن ان انا مش هقدر احقق معاك، مفيش حاجه معايا ضدك، وبعدين مش معقول اسيب التحقيق الاصلي في القضيه واحقق معاك. انت حاسبها كويس يا حسن، برافو والله، حاسبها كويس. انت استنيت لما النيابه تبقى طرف في الموضوع عشان ما تبقاش انت المصدر الوحيد لتسريب الموضوع. انا ما اقدرش ارد على سعادتك يا فندم، سيادتك مش بس الرئيس بتاعي، انت كمان استاذي واخويا الكبير وصاحب فضل عليا. يا والله عيدها تاني عشان خاطر انا. ايه ده يا راجل؟ بلبل بيغرد يا راجل، يا راجل عيب عليك، مش عليا يا حسن. يا حسن اعترف انك غلطت، اعترف مره واحده انك غلطت. استنتاجك ان نديم كمال هو اللي مأجر الراجل الامريكاني عشان يقتل مجني عليها كان غلط. غلط يا حسن، غلط. واديك شفت اللي حصل. وهو ايه اللي حصل بس يا فندم؟ ايه اللي حصل؟ احنا منعنا جريمه ما تقلش في بشاعتها عن جريمه القتل. أطفال أبرياء كان هيتم تهريبهم بره مصر بطريقة قذرة. جراية حسن، وأنا كنت ضد إن ده يحصل؟ في إيه يا حسن؟ هتخلينا نعلي صوتنا بقى والجيران يتلموا ويبلغوا علينا البوليس؟ لا أوعي أوعي بقى عشان أعصابك بس. ماليش دعوة بأعصابك. طب أعمل لساعتك حاجة تشربها بسرعة، تليو سريع كده. تليو إيه يا حسن؟ أنت عندك 90 سنة يا ابني. تليو إيه؟ بتجيب منين الحاجات ديت؟ أنا قصدي أعصابك. أوعى حسن. يا ابني انا مش ضد ان كل ده يحصل، بس ده ما ينسيناش ان في قضيه مهمه والراي العام عينه علينا وعايز نحلها. ما ينفعش نحط اسماء وما عندناش دليل قوي ان الاسماء دي جوه الاحداث. ما ينفعش يا حسن، ده يبوظ لنا القضيه، يدمرها كلها. من فضلك ركز يا حسن ارجوك. تليو او نغلي يا نسون ساعتك، انا غرضي صحتك والله يا حسن. مالكش دعوه بصحتي بقى. طيب يا فندم انا برضو بكرر لسعادتك ان انا ماليش اي دخل بتسريب الكلام اللي اتنشرته، بس من بكره اوعدك كل اللي معايا هيتشدوا لحد ما نعرف مين اللي ورا تسريب الكلام ده. بس برضو نرجع ونقول رب ضاره نافعه، ما يمكن لما الكلام ده يتنشر يقوم نديم كمال، نديم بيه كمال، يلاقي نفسه فعلا في موقف الدفاع زي ما سيادتك قلت من شويه، ويضطر بقى ان هو يطلع على الصحافه والاعلام ويبرر موقف، يقول بقى للناس هو ليه كان موجود في الاوتيل ساعة وقوع الجريمة، يشرح لنا ليه مراته حاولت انها تبوظ الفرح. والله اذا عرف يبرر الكلام ده كله يبقى عداه لعيب وازح. احنا على كل الاحوال ماشيين في شغلنا تمام باذن الله. بكره ان شاء الله هنستلم تقرير الطب الشرعي، وباذن الله باذن الله هيبقى في ايدينا خيوط جديده للقضيه. وازح ماشي يا حسن، انت هتفضل زي ما انت، انا عارفك تموت في اللعبه بالنار. ماشي يا حسن، خليك كده. عموما اذا كنت حسبتها صح المره دي، المره الجايه هتغلط، هتضر نفسك وهتضرنا كلنا. هنشوف بقى ايه اللي هيتسرب تاني من القضيه. لا ان شاء الله يا فندم مفيش اي تسريب، وطمن سعادتك انا مش هنام ولا اهدى لي بال قبل ما احط ايدي على اللي سرب هذا الكلام. شغل موبايلك يا محترم، وبكره لينا الكلام. طب ما يصحش يا فندم، طب ناكل لقمه مع بعض؟ انا عندي هنا سيادتك فرافيرو بيعمل شويه حمام مشوي يخض. فرافيرو؟ امشي يا راجل، بلاش اللي فيه، امشي يا راجل، ما تحبش لقمه، بلاش كلام فارغ. Ha 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 ha!
يا مساء الورد، ازيك يا استاذه؟ مش قلت لك شكلنا مش هنشوف بعض تاني؟ قصدي مش هنشوف بعض تاني بسهوله يعني. خلاص قربنا يا جميل. ها جاهزه؟ ده انا من زمان كنت بحلم نبقى صحفيه عشان العيش اللي حصل. يلا يا ستي علشان ما نبقاش حرمتك من اي حاجه. بصي بقى، انا هركن هنا، انتي قدام شويه وتركني، وبعد كده هتنزلي على رجليك تخشي اول يمين، مش هينفع تخشي بالعربيه. ليه يعني؟ ده حتى عربيتي مش مثيره للحسد، تقدر تعتبرها مثيره للشفقه. يا سيدي الموضوع ملوش دعوه بالحسد والشفقه، الموضوع له دعوه بان الشارع صغير مش هينفع تخشي بالعربيه. اسمعي الكلام بقى. ها تعرفي تقنعي الراجل؟ ده انا هدهشك، مش بعيد تلاقينا خارجين مع بعض انجازي على مكتب النائب العام عشان نبلغ عن الدين كمان. يا نهار اسود، مش بقول لك هتودينا في ده؟ تروحي معاه فين وليه؟ انت بس كل اللي مطلوب منك انك تقنعيه، بعد كده هتدي له نمره الناس بتوع حقوق الانسان، هو هيتصل بالمركز وهم هيتولوا البلد. يا سيدي بهزر، عارفه والله انا مش هقول له اصلا ان انا صحفيه، انا هقول ان انا صاحبه بنته الله يرحمها، قريت لي مكتوب بالجرايد وجايه انبهه، لا يكون احسن يكونش ما بيقراش جرايد. وهو لما يقتنع بإذن الله أنا هديه نمرة مركز حقوق الإنسان، والباقي بقى دوره عشان يجيب حقوق بنته. كويس كده ولا سيب السماعة في ودني عشان تمليني أقول إيه؟ صدقي والله فكرة. بتقول إيه؟ يا ستي بهزر، وأنا يعني ماليش نفس أهزر أنا كمان. يلا ربنا معاكي. يلا ادعي لي بقى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حاجة عبد الحميد؟ ايوه بنتي، مين حضرتك؟ انا صاحبه امين الله يرحمها. اي خدمه يا بنتي؟ حضرتك شفت اللي مكتوب في الجورنال ده النهارده؟ يعني هيكون مكتوب ايه؟ اكيد كد. هما بيكتبوا حاجه غير الكد؟ لا يا حاج، بس ده جورنال كويس والكلام اللي مكتوب فيه كلام خطير جدا. هما كاتبين على اللي كان ورقه لبنت حضرتك. هما مسكوه؟ لا، بس الكلام اللي مكتوب هنا ممكن يبقى أول الطريق عشان يتمسك. ما هو واحد من كبار رجال الأعمال في البلد، وعشان يقع الحكاية مش سهلة أبدا، محتاجة وقفة من كل الناس الشرفاء. أنت بتتكلمي عن مين يا بنتي؟ عن واحد اسمه نديم كمال، عارفه؟ نديم كمال؟ ومين ما يعرفوش؟ وده مين اللي هيمسكه؟ ده ماسك البلد كلها. يعني إيه يا حاج؟ هنسيبه يفلت بعملته؟ طب أنا بإيدي إيه أعمله يا بنتي؟ ما أنا جاية لك عشان كده يا حاج، أنت الوحيد اللي ممكن تقدر تقف قصاده، وساعتها هتلاقي ناس كتير واقفة وراك. ما هو في البلد دي في ناس كتير شرفاء ومحترمين وما يرضهمش أبداً إن يبقى في ناس فوق القانون. عشان كده عايزاك تتأكد، لو أنت بس خدت خطوة عشان تاخد حق بنتك هتلاقي ناس كتير واقفة معاك. أيوة يا بنتي، ما أنت ما قلتليش أنا بإيدي إيه أعمله. طب إديني فرصة بس أشرح لك التفاصيل. أنا آسف يا بنتي. اتفضل. بس حضرتك ما قلتليش اسمك ايه؟ انا صافي ناس، صافي ناس كاظم. اهلا وسهلا، اتفضلي يا بنتي. شكرا. مساء الخير يا باشا. مش كنت تيجي بالليل كده عشان تنور المنطقة؟ بس احنا عندنا المنطقة بتقطع فيها الكهرباء كتير قوي. دور يا اخ علي. ايه؟ انت سايب شغلك وداير تفتش في العربيات اللي راكنة في المنطقة ولا ايه؟ مش ممكن. برضه رد ضابط بوليس. يعني حضرتك بدل ما تديني فرصة اسألك بتعمل ايه هنا؟ اطلع انا متغيب عن العمل وبدون عذر كمان. مع اني والله واخد اجازة مرضي. قلت لي انت شغال فين اساسا؟ في
الحقيقه العامه من قصور الثقافه حضرتك. على فكره القصور ديت جامع قصر مش القصور اللي هو التقصير يعني. افادكم الله يا سيدي، بس الف سلامه يعني، مش شايفك مريض ولا حاجه. ما اغركش المزار يا باشا، انا عندي اخطر مرض في العصر. الف لا باس، عندي بعيد عنك مرض القرف. يا ستار، لا الله يعينك. طيب يا اخ علي، انا مضطر استاذن علشان ده مرض معدي زي ما انت فاهم، وانا بصراحه مش ناقص قرف. ما قلتليش يا باشا هتقبضوا على نادين كمال امتى؟ يا باشا هو انت ما قريتش اللي مكتوب في الجرايد؟ ما الجورنال قدامك اهو، بص فيه شويه. اهو كلام جرايد، لو هو فعلا اللي عملها اكيد هيتمسك وهتطبع عليه القانون. بس تبقى متاكد من ده؟ انا متاكد يا باشا، والله العظيم متاكد. متاكد انكم هتمسكوه، وبعد كده الجرايد تكتب ان في محاوله لزعزعه استقرار البلد، ويطلع مذيعين كبار من اللي بيطلعوا في التلفزيون دول يقولوا لك مين صافي سليم دي؟ ها؟ مين صافي سليم اللي هنقبض على نديم كمال عشان خاطرها؟ نديم كمال رجل المال والاعمال والبر والاحسان. دي بنت مش ولا بد ومشيها بطال. مالوش لازمه يعني نقلب حياه البلد علشانها. بعد يومين بالظبط يطلع قرار بحظر النشر في القضيه. طبعا عشان الصالح العام يا باشا، وعشان البورصه. انت بتخرف بتقول ايه يا جدع انت؟ ما قلت لك اذا كان هو اللي اتنايل عمالها هيتمسك وهيتقبض عليه وهيطبع عليه القانون. ده حسب شطارته بقى يا باشا، حسب المحامين اللي هيوكلهم. هيطلع من اول مره هيطلع من نقط. ده اذا ما لقوش حد يلبسوها له ودم المسكينه يروح هدر. مسكينه؟ الكلمه دي طالعه من قلبك؟ طب خلي حد تاني هو اللي يقولها. عارف عارف هتقول لي اي مكان هي ما تستحقش القتل، انا معاك طبعا، ومش هيهدالي بال غير لما احط ايدي على اللي قتلها واقدمه للعداله، انما تقول لي مسكينه مش مصدقك. معاك حق يا باشا، معاك حق، هي تستاهل الذبح عشان باعت نفسها وباعتني. بس برضه يا باشا في ناس كتير قوي تستحق الذبح والحرق كمان، محدش هيقرب منهم ولا هيقدر يقرب منهم. بقول لك ايه، انت هتعمل عليها مناضل؟ ما كنت تعمل على الست. الله العظيم، ابعد من سكتي يا ابني. انت معاك سكتي. والله العظيم معاك حق يا باشا، انا كان لازم اعمل مناضل واحارب علشان ان شاء الله حتى احاربها هي نفسها. بس للاسف انا طلعت اكبر من كده، ده عشان بحبها من قلبي يا باشا. كنت شايف ان حبي ليها ظلم، شايف ان انا بظلمها. لو كنت حاربت علشانها عشان تفضل معايا ما كانتش اتذبحت، ولا كنت انا كمان اتذبحت يا باشا. يا باشا رايح فين؟ مش هتقول لي كنت بتعمل ايه هنا؟ كنت بتراقب مين يا باشا؟ هو نديم كمال ساكن هنا وانا ما اعرفش ولا ايه؟ يا باشا كتر الف خيرك يا بنتي. اتفضلي كتر الف خيرك. انا ان شاء الله هغير هدومي وانزل لهم عشان اعمل لهم التوكيل. هتلاقيهم مستنيينك هناك، ما تشغلش بالك بأي حاجة، هما هيقوموا بالواجب وزيادة. كتر ألف خيرك، كتر ألف خيركم. ربنا يكتر من أمثالكم يا بنتي. يا ريت أمينة كانت سمعت كلامك من زمان، يمكن كانت قدرت تبعد عن الناس المؤذية دي. معلش بقى، كل شيء اسمه نصيب. المهم دلوقتي إن حقها ما يضيعش، والبركة فيك يا حاج. شرفتينا يا بنتي. السلام عليكم يا حاج. أهلا يا علي. يلا السلام عليكم يا حاج. مع السلامة، مع السلامة يا بنتي. مين ده يا حاج؟ دي صفيناس، صفيناس كاظم. صفيناس كاظم دي؟ آه صفيناس كاظم دي كاتبة كبيرة قوي. أيوة، ما هو عشان كده أمينة عجبها الاسم فخدته بسببها. المهم أنت جيت في وقتك يا علي، استناني هغير هدومي وأجي معاك، هنروح مشوار مهم جدا. استنى يا علي. انت فين؟ انا مش شايفاك حواليا. معلش اضطريت ابعد شويه، كبس عليا الواد اللي كان خاطب صافي ده وحرق دمي. اه وانا لسه شايفاه وانا طالعه من عند ابو صافي كان جاي له.
مشكلة دي. تفتكري ممكن يكون ربط بين وجودي في المنطقة وبين زيارتك لأبو صافي؟ لا ما تقلقش، أنا أصلاً قلت له اسم تاني خالص. كويس إن أنا ما طوعتش صلاح حز ونزلت صورة ليا مع الموضوع، كان زماني مش هعرف أخد راحتي في الكذب خالص. طب قول لي أنت فين عشان أجيلك؟ لا مش هينفع نتقابل في الشارع خالص. يعني إيه أنت ما صدقت بقى؟ يعني أنا مش هشوفك خالص النهاردة؟ لا هنتقابل طبعا، بس لما اخرج الاول من جمهورية التكاتك اللي وقعت فيها دي. عايزين بس نشوف مكان ما يلفتش الانظار بس كده. انت بقى دلوقتي هتستغل سذاجتي وتقولي بما اننا بالقلعة يلا بينا نطلع على المقطم. لا انسى، مش انا لا اطلع على المقطم حتى لو لأهداف وطنية. يخرب عقلك انت فظيعة. انا برضو هقولك تعالي نطلع على المقطم. ده انت اوعى تنطقها وتقولي زي اختي. لا انا اختي فعلا كانت ساكنه في المقطم قبل ما تسافر. الضحكه دي ممكن تخليني انسى كل القواعد اللي انا حطيتها فورا واجي علشان اشوفك حالا. طب ما تعمل كده فورا، اتحداك تعمل كده. ثانيه واحده خليكي معايا، في مكالمه لازم ارد عليها. ايوه ايتي ايه مال صوتك؟ في ايه؟ الولاد مالهم؟ يعني ايه؟ طب اهدي بس عشان افهم منك. يا ايتن اهدي، يا ايتن اهدي، مش فاهم ولا حاجه. الولد ماله؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ راح فين امال؟ طب انت فين دلوقتي؟ طيب انا جاي لك. خلاص يا ايتن انا جاي لك. خلاص يلا اقفلي، مع السلامه. معلش يا داليا. ايه في حاجة؟ طلعت اتصلت بيا وبتقولي الولد مش هيجي في المدرسة. انا لازم اروح له على هناك. هكلمك بعدين. طيب يا مع السلامة. اوعى يا ابني، اوعى يا ابني. ايوه هيثم، انا جاي حالا اهو، انا دقايق وهبقى قدامك. لا محدش كلمني، مين اللي هيكلمني؟ مين اللي هيخطفه بس يا ايتن؟ ايتن والنبي بلاش كلام فارغ، الله يخليكي دلوقتي. طب جمانة فين؟ يا ستي ممكن يبقى هرب مع حد من زمايله في المدرسة. طيب ممكن تهدي؟ ممكن ايتن، ايتن ارجوك العصبية مش هتعمل حاجة دلوقتي، اهدي وانا دقيقتين بالظبط هبقى قدامك. الشوارع يا ايتن اعمل ايه طيب؟ حاضر 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 حاضر، مع السلامة. ابني فين؟ راح فين؟ يعني ايه اختفى من المدرسة؟ ما عندكيش مشرفين؟ ايه يا جدي شو احنا بنتصرف؟ اصبر ايه وزفت ايه؟ انا هخرب بيتك والله لا اقفلها لك. في ايه؟ في ايه؟ حسن علي، علي فين؟ انت جاي لوحدك ليه؟ انا مش قلت لك تجيب مديرية الأمن؟ بابي بكلمه ما بيردش. انا عايزه ابني. طب اهدي بس، عايزه افهم ايه اللي حصل. اللي حصل ان كلموني من المدرسه وقالوا لي كان في البريك وما رجعش الفصل مع اصحابه، مش عارفه اعمل ايه. راح فين؟ انا اسفه يا بابي، كل ده عشان ما قعدتش مع علي في البريك، ما كانش قصدي، وكان بيلعب مع صحابه وانا كمان كنت بلعب، ما كانش قصدي يا بابي، انا اسفه. يا حبيبتي ما تخافيش، ما انت عارفه علي وشقاوته. مش فاكره لما كان علي بيقعد يستخبى مننا في النادي؟ هنلاقيه. خليك انت بس دلوقتي مع ماما وانا هشوف علي فين. انت المسؤول عن امن المدرسه؟ ايوه. امن ايه وزفت ايه؟ هو انت عندك امن؟ دي طابونه يا هاني، طابونه. ايتن تعالى معايا لو سمحت. والله يا فندم المدالية حقق كل اللي بتقوله ده كله، انا مستعد اروح في 60 دقيقة بس علي يظهر ويبان. معرفش ايه اللي بيحصل ده، ده اول مرة تحصل في تاريخ المدرسة. ولاد حضرتك عندنا لما كانوا في كي جي 1 عمرك سمعت حاجة علينا او حد اشتكى من حاجة زي كده؟ بس عايزك تهدى كده وتركز معايا، وديني الفصل علي عشان عايز اتكلم مع زمايلي. والله ما زمايلي. عايزك تتكلم خالص يابا، خالص، غير لما انا اسالك. ممكن؟ يلا. ثانية واحدة يا فندم، رايح فين حضرتك؟ أنا داليا غنيم، صحفية في جورنال الأمل. هو أنتوا لحقتوا تعرفوا اللي حصل بالظبط؟ أنا جاية عشان أطمن على ابن حسن باشا محفوظ اللي اختفى من المدرسة. وحضرتك قريبته؟ لكن والله يا فندم أنا أعرف إيه اللي حصل له بالظبط. طب ممكن حضرتك توصلني حسن باشا عشان أطمن بنفسي؟ ثانية واحدة يا فندم.
صحفيه وبتسال على حسن باشا. صحفيه ايه وبتاع ايه؟ دخلتيها هنا ازاي دي؟ انتوا بتستعبطوا؟ ابني مخطوف وانت جايبه لي صحفيه تكتب خبر. حضرتك انا مش جايه عشان انشر حاجه، انا جايه عشان اطمن على ابن حضرتك. وانت عرفتي اللي حصل ازاي؟ انا كنت بكلم حسن باشا في التليفون لما حضرتك كلمتيه وبلغتيه باللي حصل. وانت تعرفي حسن منين؟ يا فندم انا رئيس قسم الحوادث في جورنال الامل واعرف حسن باشا بحكم شغلي. صدقيني والله انا جايه عشان اطمن على ابن حضرتك. قلبي معاكي وريت له في اي حاجه في ايدي اقدر اعملها. تعملي ايه اذا كنت انا مش عارفه اعمل حاجه؟ طب هو حسن باشا فين؟ ما اعرفش، حسن كان هنا من شويه ومشي. بحاول اكلم بابي من الصبح ما بيردش عليا. بقول لك ايه، لو تعرفي اي حد في مديريه الامن كلميهم خليهم يبعتوا قوه مخصوص تحقق في القضيه. ابني بقاله 3 ساعات مخطوف ما نعرفش عنه حاجه. حسن راح فين وسامي؟ انتي جو معانا مش كده يا حبيبتي؟ طب ما تعيطيش والنبي، ما تقلقيش على علي، ان شاء الله هنلاقيه. على فكره اسم جومانا حلو قوي. انت تعرفي ان اسمها جومانا منين يا فندم؟ انا كنت عملت حوار مع حسن باشا وكنت سالته فيه على الولاد وهو كان كلمني عنهم كتير. الحوار ده هيتنشر قريب. عارفه لو نشرتي كلمه ولا حرف عن ولادي انا هقفلك الجورنال واقعدك في بيتكم. اهم حاجه ان احنا نطمن على علي ورجعته بالسلامه. ربنا يطمنكم عليه بالاذن. مش بقى خلاص بابي هيلاقيه لنا حد. حاسب يا عم، حاسب بعيبه الكبيرة اللي انت راكبها دي. اكيد البنت دي انكرت شخصيتها الحقيقيه وما قالتش اسمها عشان خايفه. خايفه من ايه بس يا علي؟ اذا ما كانش حد يخاف من نديم كمال يا عم عبد الحميد امال هيخاف من مين؟ الموضوع اخطر ما انت متخيل. جرى ايه يا علي؟ هو انا جايبك معايا عشان تقف جنبي ولا عشان تقتت فيا وتكسر مقاديف؟ مين قال بس كده يا عم عبد الحميد؟ اللي زي البنت دي لازم يخاف، انما احنا هنخاف من ايه؟ خلاص ما عادش في حاجه نخاف عليها. هو ده الكلام يا اخي. بس خلي بالك احنا داخلين على معركه جامده قوي، وواضح ان نديم كمال ده بدا الشغل من بدري. قصدك ايه يا علي؟ بس انا جاي شفت الراجل اللي بيحقق في القضيه بتاعت صافي، شكله كده بيراقب البنت اللي جات لك دي. اصل خلاص بيراقب التليفونات كلها واكيد عارفين هم جايين لك ليه. بس ولا تقلق، بلاش يا عم حميد، ربنا اكبر منهم كلهم. طب يلا بينا. انا عاوزك تلملي فورا كل افراد الامن اللي في المدرسه، وعاوزك تعرف لي اذا كان حد فيهم غاب فجاه او حتى استاذن لثواني. يلا بسرعه. حالا يا فندم، لو اني متاكد ان في حاجه غلط حصلت لا يمكن حد شغال هنا يضيع نفسه ويعمل كده مهما. يا سيدي لو سمحت اعمل اللي بقول لك عليه وبسرعه. اتفضل. حاضر يا فندم. ايه ده؟ ايه اللي جابك؟ ما تقولش كده بس، ده اقل واجب. المهم انا طمني دلوقتي، ايه الاخبار؟ من زمايل علي بيقول ان حد من اللي لابسين لبس السكيورتي بتاع المدرسه جاله في الفسحه وخده علشان يشوف بابا. طبعا علي راح معاه. تفتكر نديم كمان ولا اللي حصل؟ مش عارف، بس احتمال. طب انا اسفه يا حسن، مقصودش ان انا اقلقك اكتر طبعا، بس يعني اشمعنى ده يحصل في التوقيت ده؟ ما شاء الله، حضرتك واقف تغري مع الهرم بره وسايبني باكل في نفسي جوه. ايه مش تيجي تطمني عملت ايه؟ ده اذا كنت عملت حاجه اصلا وظابط مباحث قال. يا ايتن لو سمحتي من فضلك اهدي شويه، احنا لسه حالا دلوقتي واصلين لخيط مهم. خيط؟ انا لسه هستنى خيوط؟ انا عايز ابني، عايز اعرف علي راح فين. يا ستي طلع ان واحد من اللي لابسين لبس السكيورتي بتوع المدرسه جاله في الفسحه وخده علشان يشوفني. وانت كنت فين؟ سبت اخوك يمشي معاه ازاي؟ كنت فين؟ والله يا ماوي خدتش بالي، لو كان سالني كنت هروح معاه طبعا. يا مصيبتي عشان انتوا الاثنين تروحوا مني. بقول لك ايه، شوف لك صرفه رجع لي ابني بدل وقفتك دي. يا ستي وانا واقف ساكت؟ انا مش معقول كده ابدا يا ايتي. خليني من فضلك اعرف افكر شويه، على الاقل احنا فهمنا دلوقتي ان الاختفاء ده حصل بفعل فاعل مش صدفه. يا سلام، بفعل فاعل، حاجه جميله خالص. ايه الاكتشاف الخطير ده يا حضره الضابط؟ واو بقى. هو بس حسن باشا قصد يقول لك ان اللي كان ورا العمل الفظيع ده اكيد في عنده رساله عايز يوصلها وليه مطالب كمان، عشان كده هتلاقيه بيتصل بيكي او بحسن باشا باي لحظه دلوقتي. يبقى بلغ البوليس، نخليه يراقب التليفونات، مش يمكن يتصل في اي وقت. يا ستي ومين قال لك ان انا ما عملتش كده؟ الله، ما فضلك اسكتي، خليني اعرف افكر، خليني اشوف شغلي. شغلك ايه يا ابو شغل؟ شغلانه منيله جابتنا ورا وجعت قلبنا. اكيد حد من اعدائك، حد بيكرهك موت عمل فيك كده عشان ينتقم منك وجات في ابني. يا رب استر، يا رب انا عايزه ابني بس. وليه ما يكونش حد من اعداء ابوكي؟ حد من البيت؟ عجبك
كده نقف نغجر لبعض قدام الناس. الو ايوه يا بابي، علي اتخطف من المدرسه يا بابي، علي اتخطف. كلم الوزير اللي بتدخل هي هتجيبني. حسن حسن مش عارف يعمل حاجه. شوف الكلام اللي يحرق الدم بقى. معلش يا حسن هزورها، ربنا يكون في عونها وفي عونك انت كمان. ما تتكلمش معاها وهي منفعله، اهدى شويه دلوقتي وركز في اللي هتعمله. انا كنت بفكر اروح لنديم كمال وواجهه باللي حصل. يا داليا بس اللي بتقوليه ده، كل اللي مطلوبه من ربنا دلوقتي انها تبقى مجرد رساله ومبعوثه لي وما يكونوش عملوا اي حاجه. يا رب يا رب. انا مش هسامح نفسي، انا اتاكد. ما تقولش كده يا حسن، ربنا يطمنك عليه يا رب. خلاص اكيد ما حدش هيستجري يعمل له حاجه. الله الله، ده ايه الحلاوه دي؟ اوعى يكون وجودي مضايقكم ولا حاجه. عموما خلاص اشبعوا ببعض، انا ماشيه، بابي هو اللي هيلاقي لي ابني. طب انا همشي دلوقتي يا حسن باشا، ارجوك تبقى تطمني على علي، ولو عايز اي حاجه انا تحت امرك. ربنا يطمنكم عليه. الناس جاهزين يا فندم. طيب يلا. بقول لك ايه، عارفه لو نشرتي حرف عنيكي انا هعمل فيكي ايه؟ عادي. هخرب بيتك وارفع عليكي قضيه. عادي، انا مش معقول الكلام ده. الله، قول لها انا اقدر اعمل فيها ايه يا حسن. الو ايوه يا بنتي بالراحه، مش فاهمه في ايه. علي حبيبي انت فين؟ استنى، انت رجعت البيت؟ كنت فين يا علي؟ كنت فين؟ الو ايوه علي، ايوه حبيبي علي، احنا جايين لك حالا على البيت يا حبيبي. انت كنت فين؟ مين يا حبيبي اللي ودوك الملاهي؟ مش وقته دلوقتي اتحقق مع الولد. ما صدقت رجع بالسلام. ايه يا حبيبي؟ خليك عندك يا حبيبي. اه جمانه معايا وجايين لك دلوقتي. خد اسمع صوت اختك. كلمني. الو يا علي ازيك عامل ايه؟ لو سمحت قول للمديره انا جاي لكم الصبح بدري. حاضر يا فندم. وبعدين ايه اللي حصل؟ بعد ما شربوك العصير وانت نمت وبعدين ودوك الملاهي، ايه اللي حصل بعد كده؟ جيت على هنا وما رحتش حته ثانيه. ما رحتوش حته ثانيه؟ انا اسف ان انا رحت معايا، مش كنت لسه اشوفه. معلش معلش معلش. قولي بقى، تعرف توصف لي الراجل اللي ادالك العصير كان شكله ايه؟ كان طويل وعنده شنب. علي حبيبي خلاص الموضوع ده اتنسى وخلص، مش عايزاك تفتكره تاني ابدا. وسيبه بابي بقى يروح عشان عنده شغل، واحنا كمان مش فاضيين، لازم نجهز عشان بكره انا وانت وجمانه ان شاء الله هنطلع مارينا، نقعد اسبوع 10 ايام لغايه بابي ما يبقى يحل مشاكله مع اللي عملوا فينا كده. بابي هقول لك هتقبض عليك عمل كده في علي؟ اه يا حبيبتي طبعا ان شاء الله. يلا جمانه، يلا حبيبتي انا قلت خلاص كفايه كلام. حاضر 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 حاضر. باي باي. ايتن بلاش موضوع ان الولاد يسافروا بكره، ده مسألة مش مستاهلة. الولاد لسه طالعين من اجازات العيد، مفيش داعي تعطلوا عن الدراسة أكتر من كده، أنا هاخد احتياطاتي. احتياطاتك اللي هي إيه؟ هتوديهم المدرسة مع حراسة مشددة؟ أنت إيه؟ عايز العيال يضحكوا على ولادك ولا عايز تعيشهم في فيلم رعب؟ وبعدين خلاص أنا اتفقت مع بابي ومسافرين مارينا بكرة الصبح. يا سلام، يعني إيه بقى إن شاء الله؟ خلاص صدر قرار جمهوري من السيد بابا والمفروض إن أنا أنفذ؟ أيوة، عشان انت مش عارف تحمي ولادك، لما تعرف تجيب اللي عمل في ابنك كده ابقى يا اخويا خدهم يعيشوا في حضنك. يا ايتن من فضلك بلاش الاسلوب المستفز ده، انت برضه مصره انك تحمليني مسؤوليه اللي حصل؟ ايوه انت المسؤول يا حسن وانت عارف ده كويس. انا سالت بابي ليه اعداء؟ ليه حد مصلحه يعمل كده؟ قال لي طبعا لا، الناس كلها بتحب بابي، هيتغاظوا منه ليه يعني؟ طبعا مصر كلها بتحب بابي. بالنسبه لسيادتك بقى، روح شوف القضيه اللي انت بتحقق فيها، شوف مين اللي عمل في ابنك كده. اه والست داليا هانم اللي فجأة جات لي المدرسة، مش هي اللي كتبت كلام عن نديم كمان؟ الكلام ده جايباه منين؟ مش منك يا حسن؟ عموما بابي قال لي ان هي اللي كلمته في العيد، يعني كل ده ملعوب بينك وبينها. ايه يا حسن؟ قصة حب جديدة؟ حلال عليها، اللي خدته القرع تاخده من الشعور.
ما شاء الله ما شاء الله، ده ايه الثقافة الشعبية الراقية دي يا بنت الحسن والناس؟ غصب عنك انت وحبيبة القلب. بص يا ايتم، عشان انا مش عايز اعلي صوتي، بس لازم تفهمي كويس قوي ان مفيش اي قرارات في حياه ولادي هتتاخد الا باذني انا. لو انت مش فاهمه الكلمتين دول قوليهم لبابي وهو هيفهمهم لك، عشان هو عارف كويس قوي انا اقدر اعمل ايه. ده اخر كلام عندي. بالنسبه بقى لموضوع ام الشعور، احنا ان شاء الله هنكتب الكتاب كمان اسبوعين، ضروري يا ايتم تشرفينا تيجي انت والولاد كده، احنا هنبقى عاملين حاجه عاديه قوي كده. عقبالك يا تونا، باي. الو الو، الحمد لله على سلامة علي يا ابو علي. الله يسلمك يا داليا، متشكر جدا، كتر الف خيرك. انا بس كل اللي كنت بطلبه من ربنا انها تبقى مجرد رساله وعلي يرجع بالسلامه، والحمد لله ربنا استجاب لي. بس انا مش قادره اصدق ان الوحشيه توصل بنادين كمان لدرجه انه يدخل اطفال مالهمش اي ذنب في لعبه قذره زي دي. بس يعني طبعا اللي يذبح واحده بالطريقه الوحشيه دي يعمل اكتر من كده بكتير. انا اسفه يا حسن، انا مش عارفه بقول ايه. احنا المفروض دلوقتي نبارك لك برجعه علي بالسلامه، واي كلام تاني مش وقته. لا لا بالعكس، انا كان المفروض ان انا طبعا اتقطع خطوه بالحقاره دي من نديم كمال. شوف الخيبه والنبي، المفروض انا اللي بحمي الناس، مش عارف احمي ولادي. ما تقولش كده بس، ده اللي حصل لك ده كان ممكن يحصل لاي حد فينا. انت عملت واجبك، ودي حاجه تتشرف بيها وما تندمش عليها ابدا. برضو أنا كان المفروض إن أنا أتوقع الحقارة دي منه. بيهتني نديم كمال، بيهتني، عايز يخوفني. طيب وحياة ولادي لا أكون مسلمه الحبل المشلاه بإيدي. الله يخرب بيت الستات، أنا مش عارف الست دي عايزة إيه بالظبط. مش هتستريح غير لما توديني في 60 داهية علشان الغيرة المجنونة بتاعتها دي تهدى. والله يا فندم أنا ضد كل اللي حصل ده من أول حكاية تمريض الفرح، بس حضرتك عارف أمنية هانم ما بتحبش حد يقول لها لأ. بس أنا لما حسيت إن الحكاية زادت عن حدها قلت لازم أبلغ حضرتك، لأن الموضوع مش سهل. طبعًا مش سهل، هو ابن حد عادي؟ ده ابن ضابط بوليس كبير وحفيد محافظ، ومحافظ بالمهمين كمان. أنت متأكد يا فندم؟ طبعًا، أنتوا الأغبياء بتخبطوا كده وخلاص من غير ما تعرفوا بتحطوا رجلكوا فين. الواحد قبل ما يقدم على أي خطوة لازم يدرس الموضوع كويس جدًا ويسأل ويتأكد ويجمع معلومات. أنت فاهم الضابط ده أنا مش مراقبه؟ هو البنت الصحفية من أول ما جات لي هنا المكتب، من ساعة ما مشيت من عندي عشان تروح تقابله وهم الاتنين متراقبين، كلهم تماشى عملية زي الفل وكانت تحت السيطرة لغاية تدخلكم الأهبل ده اللي هيقلب عليا الدنيا ويضعف موقفي اللي كان زي الفل. يا فندم أنا عايز حضرتك تطمن، الموضوع كان مجرد رسالة مش أكتر، وتنفذ باحترافية شديدة جدا، ومهما عملوا مش ممكن يمسكوا اللي ينفذوه. كل الحكاية إن هم أخذوا الولد فسحوه شوية وادوله ظرف في ورقة بيضة عشان يسلمها لباباه، يعني عشان يفهم انه لازم يبعد عن سكة أمنية هانم وسكة حضرتك كمان. الله يخرب بيتك يا أمنية يا غبية، أنا كنت اشتكيت لكم عشان تتدخلوا بالنيابة عني. الله يخرب بيتك يا أمنية يا غبية. أرجوك يا فندم ما تخليش أندم اللي بلغت حضرتك باللي حصل. أنت عارف لو تعرف إني بلغتك ممكن تعمل فيها إيه هي ورامز أيوب. هو رامز ده مستشار الندامة اللي هيجيبها ورا. والله لو كنت ماسحه من على وش الدنيا، بس الموضوع ده هيعدي على خير، هيكون ليا كلام تاني معاه. طيب يا متر اتفضل انت، وانا متشكر خالص. طبعا مش هوصيك تبلغني اول باول لو حصلت اي مصايب تانية، بس يا ريت المره دي تبلغني قبل ما تحصل مش بعد ما تحصل. انا تحت امرك يا فندم، وسعادتك عارف ان القرار ما كانش سهل عليا، ومنيه هانم صاحبه فضل، بس الواحد كان برضه لازم ينتهز الفرصه عشان يبلغ حضرتك في موقف زي ده، وانت عارف موقفي من اول ما حصل. خلاص يا متر، انت مش قلت لي الكلام ده قبل كده؟ لو كنت عايز تخدمني بجد كنت قلت لي الكلام ده من بدري. بس احنا لسه فيها، خليك على اتصال معايا بس على النمر اللي انا اديتها لك، مفهوم؟ اتفضل. يزيد فضلك يا فندم، يزيد فضلك. ها يا استاذ سعيد، سمعت الكلام كله؟ شفت بقى اللي انا باخده من امنيه هانم زفت؟ الله يخرب بيت الستات كلها، ما جاليش من وراهم غير وجع القلب وبس.
المهم عايز اشوفك ضروري، لازم نتحرك فورا. قول لي عملت ايه في مشوار الجورنال؟ يا سيدي انا عارف انك قدها وقدود، انا بسال عشان اتاكد مش عشان اطمن. طيب كويس قوي، يلا في انتظارك. اف كل واحد لازم يحل بضاعة نفسه ويعمل فيها الرجل الخارق اللي قلبه عليا واللي من غيره هضيع. جاتكم 60 ألف. مش هينفع انشر الكلام ده. يعني ايه مش هينفع تنشر الكلام ده؟ لسه بدري قوي على ميعاد الطبعه الاولى. الحكايه ملهاش علاقه خالص بميعاد النشر. لا مش فاهمه، امال الحكايه ليها علاقه بايه بالظبط؟ لها علاقه بان الخبر مش مستوفي معايير النشر الصحفي. كلام مرسل وخطير جدا في نفس الوقت. طفل بريء اختفى 3 ساعات، ناس خدوه فسحوه في قلب الملاهي، رجعوه البيت ومعاه ظرف فيه ورقه بيضه. ده ما يستدعيش ابدا اننا نتهم حد صراحه بان هو اختطفه. وهو انا اتهمت حد صراحه؟ انا بس بطرح تساؤلات عن توقيت اللي حصل ده وارتباطه بتوجيه اصابع الاتهام لنديم كمال. وبعدين حضرتك لو عندك اي ملاحظات على الصياغه نقدر نتكلم فيها ومنكم نستفيد. ما هو ده الموضوع اللي انا كنت عاوز اكلمك فيه، وكويس قوي انها جت الفرصه. في الحقيقه احنا بعد تفكير عميق واستعراض كل اللي اتنشر في قلب الجرايد واستقراء اللي ممكن كمان يتنشر والشغل اللي ممكن يتعمل في قلب الفضائيات، قررنا ان احنا نوقف خالص النشر في قضية صف سليم دي. ده طبعا بعد ما نديم كمال هينشر حوار يرد فيه على كل الاتهامات اللي احنا اتهمناه فيها حتى لو كانت اتهامات غير مباشرة. بعد كده هنوقف الموضوع ده نهائيا. احنا عندنا قضايا كبيرة جدا ومهمة تخص الناس. بكام؟ يعني ايه بكام؟ طالما الصفقة اتعملت بالسرعة دي يبقى أكيد نصيبك منها كان كبير قوي. كام بقى؟ تانية! آخر مرة أسمح لك إن أنت تكلميني بالأسلوب المهين ده! اسمعي ما أقول لك، أنا ما باخدش مواقف ليها تمن. أنا فكرت لقيت إن إحنا هنخش في منافسة مجنونة ملهاش أي طعم مع الجرايد والمجلات والبرامج، مع قضية لسه ما انتهتش تحقيقها لحد دلوقتي. القضية دي اللي هيكسب في المنافسة دي هيبقى أكثر انحطاطا وأقل موضوعية. أنا مش مستعد أبدا إني أنا أضحي بمصداقية الجورنال قدام القارئ أيا كان الثمن. عندنا قضايا كتير قوي يا ستي، أحسن من قضية صافي سليم وقتلها دي مع احترامي ليها. المجتمع بتاعنا الصحافة فيه مش صحافة مجتمع مخملي، صحافة طالعة من الناس وللناس. اخلص ولا كلمة، مش قادرة اسمع صوتك أكتر من كده. ما تنجزش كلمات زي ناس ومصداقية واحترام وصحافة، حرام عليك كفاية بقى. أنت اتجننتي؟ جنان إيه؟ هو أنت لسه شفت جنان؟ الجنان ده هتشوفه لما أفضحك في كل حتة في مصر. تفضحي مين يا بنت أنتِ؟ فاكرة إن في واحدة زيك ملهاش أي رصيد مع ناس ممكن تلغي تاريخي ومواقفي؟ والله هحاول على قد ما ربنا يقدرني واكون ملعونه في كل كتاب لو كملت معاك لحظه واحده بعد اللي انت عملته ده. انا شفتك قبل كده بمواقف غريبه كتير بس كنت بفضل ساكته. شفتك وانت بتشتم ناس وبعدين ترجع تتصالح معاهم وتمدحهم تاني، ولما نسالك تقول لنا مش عيب ان الواحد يتراجع عن مواقفه لما يعرف الحقيقه. شفتك وانت بتطالب بالعداله الاجتماعيه للناس اللي في الشارع وبتظلم الناس اللي هنا. شفتك وانت بتدافع عن احلام الفقراء وبتدوس بجزمتك على احلام الفقراء من الشباب اللي شغالين معاك. شفتك وانت بتدعو للثوره والنضال ضد الظلم، ولما يجي وقت الجد انت اول واحد بيهرب. بس كل اللي فات ده كان كوم، والبشاعه اللي بتحصل النهارده دي كوم تاني. لما انت شايفه السوق ده كله صبرتي على الشغل معايا ليه؟ عشان انا كنت ضعيفه. مش بس استاذ صلاح حز اللي كان بالنسبه لي أستاذ ومثل أعلى وأسطورة، لا أنا كنت ضعيفة قصاد الكتابة والنجاح والشهرة. بس في فرق كبير ما بين الضعف والوضاعة. أنا كنت ضعيفة ما كنتش حقيرة، بس لو كملت معاك بعد كده هكون حقيرة وعمري ما هحترم نفسي تاني. أنا اللي هكون حقير لما حاولتكش لي التحقيق فورا على الكلام اللي انت قلتيه ده. التحقيق ده ممكن تعمله مع اللي هيكمل معاك في الشغل، انما انا خلاص هسيب لك الجورنال ده من غير حتى ما اضيع وقت في اني اكتب لك استقالتي.
ومن بكره هيوصلك انذار قانوني بالغاء اسمي على ترويس الجورنال، وباعتبار العقد اللي بيني وبين الجورنال ده لاغي. الله، هو لعب عيال ولا ايه؟ لعب العيال ده اشرف وارحم 600 مره من اللعب القذر اللي حضراتكم بتلعبوه. دليا استني بس، راح فين؟ انت فاهمه كويس قوي ان لو في اي حد في الدنيا اتكلم الكلام اللي انت اتكلمتيه ده انا مش ممكن اسامحه. بس انت طبعا ليكي معزه خاصه عندي، ليك رصيد يا ستي. انا فاهم الكلام بتاعي ده عمل لك صدمه، بس انا مقدر. انت ممكن ترتاحي شويه لحد ما تعيدي تفكيرك، ممكن تاخدي اجازه حتى. انت ايه يا اخي؟ ما بتفهمش؟ انا بقول لك مش عايزه اكمل معاك في الجورنال ده تاني. ايه والله؟ وهتروحي فين يعني؟ ما هنا احسن من اي حته تانيه. متهيألك انت بس اللي شايف كده. انا لو كنت اتعلمت منك حاجه واحده هي ان انا عمري ما هسلم قلمي ودماغي بعد كده لاي حد مهما كان رافع شعارات. انا عايز اكتب اللي انا شايفاه صح وبس. ان شاء الله اكتبه في مجله حائط، ان شاء الله اكتبه على مدونه ما حدش هيقراها. انت كل مشكلتك ان انت حاسه ان انت ملاك، ما بتخطئيش ابدا، وكل الناس شياطين. لا انا طبعا مش ملاك، وانت اقل بكتير من انك تبقى شيطان. عارف ليه؟ لان الشيطان على الاقل كان عنده الجرأة في انه يعلن موقفه. كفر بربنا من غير اي مصلحه، بياخد مواقف وبيكمل فيها مع انه عارف ان هو رايح في 60 دهله. يا ريتك تتعلم منه شويه. استغفر الله العظيم، انت ايه؟ عايز تخلي الواحد يكفر؟ اعوذ بالله منك يا اخي. الله، تعالي هنا، انت رايحه فين؟ انت كده استنفذت كل رصيدك عندي. انا بقى اللي هتصرف معاك وهزيلك العقد بتاعك. الاستاذه دي ما تعتمش باب الجورنال تاني، فاهمين ولا لا؟ كل حاجتها تتلم وتروح على البيت. كل فلوسها على داير مليم تروح لحد بيتها. كده انتهت العلاقه، في قرار بمصلحه. بتستغل وظيفتها عشان تحقق مصالح شخصية. كل ده ليه؟ كل الهيصة اللي عملتها دي كلها ليه؟ عشان أنا رفضت إن أنا أنشر خبر خاص بضابط شرطة الظاهر إن في بينهم بعض علاقة شخصية، عاوزاني أضحي بالجورنال وسمعته ومصداقيته عشان بسلامتها تتبسط. لكن لا، وليكن، حتى لو عاوزة تشتكيني في قلب النقابة أنا مستعد. هقول نفس الكلام، هقدم أوراق تثبت صحة كلامي. كل اللي كتبته موجود عنده جوه، الخبر موجود، هقدمه برضه. انتوا عارفين كويس قوي ان انا كنت بحبها وبحترمها قد ايه، لكن لا، عشان جورنانكو انا مستعد اضحي باي مخلوق. انا بقول الكلام ده قدامكم كلكم عشان تبقوا كلكم شاهدين. تعالى يا علي، كل واحد روح مكتبه. بقول لك ايه؟ حضر لي حمله الدعايه بتاع السلطان غني بسرعه. مش حضرتك كنت طلبت انها تتأجل يا فندم؟ يا اخي طلبت انها تتأجل عشان ما تنزلش في العيد وتتحرق؟ هو ده وقتها؟ اتفضل بقى. حاضر يا أرجوكم لو سمحتم، أرجوكم لو سمحتم أرجوكم راعوا مشاعر دكتور شريف. الراجل مش متهم، أخلي سبيله بضمان محل إقامته، واللي عايز يعرف حاجة ممكن يطلع على المحضر. شكرا، اتفضل يا دكتور. شكرا 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 يا جماعة، بعد إذنك لو سمحتم. لو سمحتم إيه عليك يا دكتور؟ لو سمحتم، فضلك لو سمحت، لو سمحت. البقية في حياتك يا دكتور، لازم تعرف ان مصابك مصاب لينا، ولازم تعرف كمان ان دم المرحومة مش هيروح هدر. كلنا هنجيب حقها وحق كل مواطن مصري بيقع ضحية صراع الكبار. انا جاي النهاردة أتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، أطالب فيه بالتحقيق رسميا مع رجل الأعمال البارز نجيم كمال في الاتهامات الخطيرة الموجهة ضده. مش كده وبس، ده أنا كمان عندي أقوال مهمة هقولها هتقلب موازين هذه القضية. أقوال لازم أقولها للرأي العام، يعني ليكم أنتم أقوال ممكن أمنع من الإدلاء بها قانونيا بحجة أنني لست ضلعا مباشرا في هذه القضية. شهادتي لله وللتاريخ إن صافي سليم كانت تخشى منذ فترة أن تقتل بسبب خلافها مع
مع نديم كمال ومع كبار آخرين. مش كده وبس، أنا لدي سر أذيعه لأول مرة. أقول إن صافي سليم كانت في عز فرحتها وزواجها من الدكتور الجراح العظيم، وأنا بهنيها، مالت عليا وقالت لي أنا خايفة يا بكري مش هيسيبوني في حالي. أكرر، قالت إنهم مش هيسيبوها في حالها لأنها تعرف عن فسادهم وعنهم الكثير، تعرف عنهم وعن فسادهم الكثير، ما خلوهاش تعيش فرحتها ولا حياتها الجديدة. قالت لي يا بكري دمي دمي أمانة في رقبتك، دمي أمانة في رقبتك يا بكري، الله يرحمك يا صافي. دكتور شريف، دكتور شريف، دكتور دي لو سمحت. افندم مين حضرتك؟ انا اسمي وائل علي، بشتغل صحفي وكنت عايز اعمل حوار مع حضرتك. غريب قوي، طب ليه ما رحتش ورا زمالك عشان تسمع البيان التاريخ للمناضل بكري الشربيني؟ مناضل يا دكتور؟ بكري الشربيني ده افاق كبير. طب مش تستنى الاول تسمعه وبعدين تحكم عليه؟ انا مش لسه اعرفه النهارده، ممكن واحد زي حضرتك ينخدع فيه عشان عايش بقالك كتير في امريكا، لكن انا لا. زي بكري الشربيني ده وامثاله من المعارضه هم والحكومه واجهين لعمله واحده، وهم اللي خلوا الشعب يفقد الثقه في كل حاجه. انت بتشتغل في جورنال ايه؟ لا انا ما بشتغلش في جرايد، انا عندي مدونه على الانترنت اسمها التبكيت والتنكيت. اسمعي؟ التبكيت والتنكيت، ودي مجله كان بيطبعها زمان عبد الله النديم، وده كان واحد. انا عارف كويس قوي مين عبد الله النديم. انا قلت يعني يمكن عشان حضرتك عايش في امريكا تكون ما تعرفوش. طب من قبل ما اسافر كنت عايش هنا في مصر، وبرضه كنت شاب متمرد زيك ومش عاجبني اي حاجه في البلد. وعشان كده حضرتك قررت تسافر امريكا؟ من فضلك، حضرتك بتتعب الدكتور، هو اساسا خارج تعبان من النيابه. انت عايز ايه يا وائل؟ عاوز اعرف الحقيقه. حقيقه ايه؟ حضرتك مش شفتوش ان هو خارج من النيابه بدون اي تهمه؟ حقيقه صافي سليم، لان الاهم من مين اللي قتل صافي سليم ومين اللي خلاها توصل لكل ده. راعي ان انت بتتكلم عن مراته، ما يصحش كده. تفتكر انا كان عندي كلام اقوله كنت هسيب كل البرامج والجرايد اللي بشوفها الملايين واتكلم معاك انت يا وائل؟ كل دول ليهم حسابات ومصالح، اما انا ماليش لا حسابات ولا مصالح، انا عايز اعرف الحقيقه اوصلها للناس حتى لو كان اللي بيقراني واحد ولا اتنين، مع ان يعني المدونه بتاعتي بيدخل عليها ناس كتير وبيزيدوا كل يوم، وفي كمان جرايد وكالات انباء بينقلوا عني لما بغطي مظاهرات او اعتصامات. عموما ده الكارت بتاعي، فيه اسمي وتليفوناتي واسم المدونه، ممكن حضرتك تدخل عليها وتقرا وتحكم بنفسك. وعلى فكره انا ممكن اصور الحوار مع حضرتك لايف وازيعه على المدونه بتاعتي علشان ما تقلقش يعني لا نحرف في كلامك زي ما بعض الجرايد بتعمل ساعات. ممكن يا شريف؟ يلا عن اذنك لو سمحت. ميرسي جدا يا دكتور، واسف على قله ذوقي، كان المفروض اقول لك الباقي في حياتك. شكرا. سلامة يا حرام. يا عطا انت اتجننت ولا ايه؟ انت اللي اتجننت، كنت فاكر ان احنا مش هنعرف عملتك السودة. والله في ايه؟ ما تخلي جوزك يلم لسانه يا زينة. يا سلام يا اخويا، طب ما تلم انت ايدك يا شيخ المنصر، ولا خلاص يا ولد انا اسفناكم. الله انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ يعني مش عارف في ايه يا استاذ بركات؟ ولا استاذ ايه ونيلة ايه بقى؟ في فاعل خير من البوليس اتصل بينا وقال لنا على اللي انت عملته. بجد؟ اخص عليك وعلى تربيتك، تبقى اختك في المشرحه وانت بتفكر في الفلوس. والله فاعل خير، طب وما نصحتهمش ليه ما يفكروش في الفلوس وصافي لسه في المستشفى؟ بطل لونته دي، قول لي وديت الفلوس فين يا حرام؟ شيل ايدك عني يا عطا بدل ما اقطعها لك. وريني كده هتقطعها ازاي؟ كده كده بس ايدك، انت بتمد ايدك عليا؟ والله لا وريني. يا اوعى بس يا لا، من كل الله يا ظالمه، اي صحيه المسكينه اهي، لو عرفت اللي بتعملوها هتروح فيها. انا لازم اوجهها، هي كمان اتسرقت زينا. حرام عليك، حرام عليك تقول لها اسمها في اللي هي فيه. يا لهوي استنى، سيبيه سيبيه يقول لها على كل حاجه. انت ايه يا وليه؟ انت مش خايفه على امك؟ انتوا ايه كلاب سهرانه؟ انت مالك انت يا وليه؟ اللي دخلك بينا؟ اوعي كده، اوعي. استنوا، ايه اللي بيجري بره ده يا عم؟
الحق يا حاج شوف ابنك عمل ايه. البيه ربط مع المحاسب وزور توكيل، راح البنك سحب الفلوس كلها بتاعت صافي. الله يرحمها. الله يرحمها. قلبك عليها ولا على فلوسها؟ انت مالك وماله؟ ما يسحب فلوسها ياكش تولعها انت والفلوس في ساعه واحده. لا ازاي يا حاجه؟ هي دي مش فلوس مراتي برضه وفلوسك ولا انا غلطان؟ يعني ايه ياما؟ يعني انت برضه هتنصري عليا بركات حتى هو بيسرقني؟ هو انا مش بنتك؟ لا انت بنتي ولا هو ابني، انا بنتي صافي بس. بعدين هيعمل ايه بالفلوس؟ هيشتري بيها عمر؟ ياكش يولع بالفلوس. الله ليه كده بس ياما؟ ده انا كنت بنفذ وصيه صافي. يا سلام يا اخويا، ازاي بايع البختك؟ ايوه صافي كانت دايما تقول لي انت لازم تعتمد على نفسك، عشان كده انا سحبت الفلوس وهعمل بيها مشروع واعتمد بيه على نفسي. لا هو انت كده تبقى اعتمدت على نفسك؟ عيني عليك يا حاجه، والنبي ياخد لك حق تتقهري. يلا اطلعوا بره وخلوا لوليه ترتاح في رعدتها. يا ظلمه يا بعضه يا كف، يلا بره. اوي 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 كده، انا مش هخرج من هنا الا ما اعرف راسي من رجليا. يا هبله، انت فاكره ان انت هتطلع من المولد بلا حمص؟ مش لسه في شهادات وودائع هتتفك. حيوانات انت، حيوانات ما حصلتوش. الحيوانات احن على بعض منكم. البنت لسه مرميه في المشرحه وانتوا قاعدين تقسموا في فلوسها اللي شقيت فيها طول عمرها. شقيت؟ تقولش كانت شغاله في الفاعل؟ بتعصب انت تقول ايه؟ لا يا حاجه ما بقولش حاجه، انا كل اللي يهمني مصلحه مراتي. واذا كان اخوها هيدي حقوقها خلاص احنا برضو اكل. اطلع بره، مش عايز اشوف وشك تاني. وانت يا جزمه مش اطمنتي على حقوقك؟ خدي الراجل ده ومش عايز اشوفكوا هنا تاني ابدا. يعني ايه ياما؟ يعني هسكت على الفلوس اللي اتاخدت دي؟ خلاص يا زينب، الفلوس ما راحتش لحد غريب. ايه ده؟ ما بتفهموش؟ خرجيهم بره يا راجل. هو ايه اصله ده؟ هو انتوا حالفين ما تمشوا؟ الا لما تجيبوا اجر الوليه في سريرها قالت لكم بره تحكموا وتفرش في بيتها براحتها. يلا يا اختي بتبص لي كده ليه؟ ما سمعتوهاش؟ يلا ملعون قوي البطن اللي شالتكم. يو يو طعم. انا اسفه يا حاجه، والنبي يا اختي حاجه تلخن يعني، ده مرار قاسي. نامي يا اختي نامي علواتي.